طب دي اول حاله بقى، دي قلته ايه، بناين ولا مالجنه؟ طب ايه الساينز اوف مالجنسي الاول؟ لان نراجعهم الاول مع بعض قبل ما نبص على كده. كنا بنقول في ساينز في الماس نفسها وفي عندي ساينز بره بدور عليها. ايه الساينز اللي في الماس نفسها اللي بعلق عليها لما اشوف الماس؟ قبل الشيب وقبل ده كله بقى ايه اللوكيشن في بتاع، وما ننساش قلنا رايت ولا لاف صح، وقلنا في الماموجرافي بنحددها بالكوادرنس، انما في الالترا ساوند بحددها بايه، بالساعه. يعني دي لو هنسميها دي في كوادرنت ولا دي ليها مكان مميز كمان بقى انها ايه ريترو اريال. وقلنا بنعلق على الشيب والسايز بتاعها بيهمنا، والمارجنز بتاعتها، وفيها والدايركشن اوف جروث، وايه كمان فيها كلاسيفيكيشن ولا لا. وبنبص بر ده لو بنعمل الترا ساوند يبقى هنعلق على الايكوجينيسيتي وعلى الايه، هي عامله ايه وراها، عامله بوستيري اتينيويشن ولا انهانسمنت ولا كده. بعد كده ببص على اذر ساينز اللي هي زي ايه، السراوندنج بارينكما والسكين زي كده والليمف نودز صح، في نيبر ريتراكشن ولا سكين ريتراكشن ولا. يعني دي لو قلنا ايه ساينز اوف مالجنسي فيها. وفي نيبر ريتراكشن وفيها شويه ثيكنينج خفيف يعني حوالي بارا اريولر كده. والماس نفسها يعني الريجولر شيبت وايه وسبيكيوليتد مارجن. طب في حاجه ثانيه شايفينها؟ نعم. هي دي انترا ميموري لينف نودز. بس لو انا بشتغل مش بيبقى مسموح لي قوي ان انا اقول على دي انترا ميموري لينف نودز، مع ان انا متاكده ان هي كده، بس لازم اتاكد منها بالالترا ساوند. ليه بقى؟ هي العادي الانترا ميموري لينف نودز بتيجي فين؟ يعني مكانها الامثل فين؟ في الابر اوتر. لما تيجي في الابر اوتر ببقى انا واثقه منها قوي. لما تيجي كده، طب هي دي مكانها فين الانترا ميموري نودز دي؟ هي هنا باينه هنا، يعني غالبا ابر، بس ايه هنا ايه؟ انر. فمكانها اي تيبيكال شويه، فالاي تيبيكال دي لازم برضه ابقى حويطه شويه، مش ممكن تطلع سمول ادينوما مثلا، او ممكن تطلع سيست صغيره معايا، فلازم برضه ايه اتاكد منها بالالترا ساوند. ودي كان شكلها كده في الالترا ساوند. ايه الساينز بقى اللي فيها في الالترا ساوند؟ الماس. بقى كاتبه لك ليفت بريست ريترو اريولر ماس، يعني كاتباها جمله في حلها. نعم. هايبو اوكويك. وايه تاني فيها ساين تخليني اتاكد قوي انها مالجننت؟ يعني عامله ايه في اللي حواليها؟ شداه. احنا قلنا الماس البناين بتزق اللي حواليها وتكبر، انما دي عامله ايه زي تحس ان التيشو. وفي ايه الخط الابيض، الهاله البيضه اللي حواليها دي سميناها ايه؟ دي ليزمو بلاستيك. ايه رياكشن؟ هل هي عامله اي اتينيويشن؟ لا. هل دي تخليني اقول اكيد انها مش مالجننت؟ ان قلنا الساين ده ايه، في فاليسز كتيره، من 25 ل 40% فاليسز، يعني ممكن الكارسينوما تعمل انهانسمنت، وممكن ما تعملش اتينيويشن او كده، يعني ايه الفاليسز فيه كتيره، فما بعتمدش على ساين واحده. خلاص، انا اعتمد على ساين واحده تخليني اخليه سسبيشس، بس مش ساين واحده تخليني اقول عليه بناين. نعم. انت قول لي بقى. ثلاثة. حد عايز موافق على ثلاثة؟ ده يعني انا اوافق على اربعة او خمسة، ويستحسن اربعة الا لو شفت فعلا الليمف نودز مثلا وكانت انفلتيه. بس دي تاخد يا اربعة سي، اللي هي يعني احنا الاربعة ساعات بنسميها بنقسمها اي وبي وسي على حسب الليفل اوف سسبشن. يعني انا لو هحطها دي هحطها يا اما اربعة سي اما خمسة. معايا؟ لا، الاثنين سواء هي في المامو او في الالترا ساوند، الاثنين واخده بايرات اربعه. واللي هيقول لي خمسه مش حملنه، لكن لو انا كمان كنت شفت فيها الليمف نودز بقى كنت هقول عليها خمسه وانا مطمنه خالص. طب دي رايكم فيها ايه؟ ادوها بقى لو انتوا في سكريننج بروجرام كده وجالكوا ماس زي دي، وادوها بقى بايرات. طب نشوف الفايندنجز اللي فيها الماس نفسها، ايه رايكم فيها؟ الاول هي برضو شكلها ريترو اريولر في الرايت بريست والريجولر، والدكتور بيقول سبيكيوليتد. هي فيها سبيكيوليشنز وفيها سكين ثيكنينج. كالسيفيكيشن مش باين فيها قوي، انما ايه رايكم في البريست بارينكما اللي حواليها؟
يعني هل هي شكله حلو كده زي بتاع الناحية التانية اللي هو كنا بنسميه ايه، او اللي كنا بنقول عليه ديفيوز ايديما باترن كده، اللي هو زي المشخبط شويه، ده ايرلي شويه، ما انا مش لازم اشوفه يعني وهو الايديما يعني على الاخر، لكن الكورس انترابيكلي. وهي بقى قالت كلمه برضو، قالت الليمف نوت شكلها مش مريح، يعني لما انا ابص عليهم كده واكبر، بص عشان تعرفوا في الماموجرافي انا ممكن ازاي احكم، يعني صحيح انا قلت لكم في الماموجرافي مش ريلايبل قوي، بس لما يكون عندي الاكزيلي الليمف نودز اليمين والشمال، واحده فيها فاتي هايلم كده والتانية منظرها كده تعجبني دي، يبقى كان ممكن دي اديها كام بقى فايرات كام؟ خمسة. حد عايز يديها اقل من كده؟ فين الليجن التاني؟ ايه هم دول؟ لا ده من الانكريست، ولو بصيت هنا زي هنا ودي زي دي نفس الديستريبيوشن، بس هنا عشان البريست بارينكما كله كورسنت عن هنا فبيبان لك الحاجة اكتر، بس يعني هو فيها بداية اديما، وبدليل كده ان السكين كمان ثيكن شوية اهو. انهي واحدة دي؟ دي؟ لا لا دي فايبروجلاندولار تيشو، لا لا عادي خالص مش ماس خالص. طيب لو انا سالتكم اختاروا اني اجابه بقى من دول، هل الماموجرافي هنا كان دايجنوستيك ولا كان استخدمناه في الديتكشن بس، ولا كان في الدايجنوستيك وديتكشن، ولا ما نفعناش لا في الدايجنوسيس ولا الديتكشن؟ فكروني الاول بقى هي ايه لا انا امتى اقول ان عملت ديتكشن وامتى اقول ان انا عملت دايجنوسيس؟ ديتكشن ان انا بس ايه ان انا اشاور اقول في حاجه ايه ابنون، ودايجنوزز ان انا اعرف افرق ايه اذا كانت بناين ولا ايه مالجنا. هتختاروا اني اجابه اظن واضحه ديتكشن بس، ولا قدرنا نقول مش احنا صنفناها باي ريد فلاج يبقى هي ايه خلتنا نعمل الاثنين؟ مش في كل الحالات، ما انا بسالك في دي يا هبه، هبه ما توقفيليش على الواحده هبه. بصوا ادي منظرها في الالترا ساوند، ايه الساينز بقى في الالترا ساوند اللي تخلينا نقول عليها مالجنا؟ وهايبو اوكويك قوي، وعامله وراها ايه شادوين، والليمف نودز ايه اللي شكلها ايه، ايه الكرايتيريا فيها اللي تخليني اقول عليها مالجننت؟ اول حاجه انها جلوبيولر، والفاتي هايلم صغر، والكورتكس ماله تخن، فدي يبقى ثبتت عليها انها فايروس 5 ولا لا فايروس؟ طب دي حاله كانت جايه لنا في السكريننج ماما، في رايكم فيها ايه؟ دنس بريست حاولنا نحسنه شويه. ايه حد شايفها اللي ورا شايفينها؟ احنا متفقين من المره فاتت ان اي دنس بريست لازم ايه ابذل فيه مجهود اكتر، صح؟ نعمل له ايه؟ ابص عليه ماجنيفايد وادق فيه اكتر وابقى ايه ابذل فيه مجهود اكتر. لو ما حدش طلب مني الاذر فيو، بص بقى فرق الصوره، شفتوها ولا مش شايفين الكالسيفيكيشن؟ اكبرها لكم، انا مش فاكره فيها هنا ولا لا، اهي. لا قلت لكم لو احنا شغالين على جهاز ديجيتال ببقى عندي الاوبشن ان انا اقعد اكبر، وعندي الاوبشن ان يبقى عندي ماجنيفاينج لينز، لازم امشي طالما البريست دنس لازم بقى امشي على كل حته فيه، خلاص. لو انا مش شغال على جهاز ديجيتال، كنت بقول لكم زمان كان كل الناس وهي بتتفرج على الماموجرافي جنبها عدسه تمشي بيها على الايه على الفيلم عشان تتاكد ان مفيش مايكرو. طب ايه الكرايتيريا اللي خلتني اقول ان الكالسيفيكيشن ده وحش؟ ايه هي؟ الاول ان هو مايكرو بدليل ان انتوا ما شفتوهوش من اللي بعيد ما شافوش، صح؟ وان هو بليومورفيك، وايه كمان؟ كلاستر ده كمان واخد ايه زي ايه؟ واخد سيجمنتال ايه ديستريبيوشن. بصوا بالالترا ساوند ايه رايكم، باين ولا مش باين؟ باين ولا مش باين؟ وهل هو كالسيفيكيشن في بارينكما شكلها حلو؟ احنا شفنا شكل البارينكما المره اللي فاتت اللي هي بتبقى موزايك وكده، لكن هنا البارينكما شكلها ايه؟ مش حلو. ده ممكن كمان دي تكون فعل اكتوال ايه ماس، ما هيش ايه يعني. طب هندي لو انا بعمل سكرينينج وجات لي حاله زي كده هتدوها بايرات سكان دي
هبه قالت وفي حد عايز يقول حاجه تانية؟ سري في حد عايز يقول حاجه تانية؟ محدش عايز يزود؟ طيب نمشيها واحده واحده. هو صح ان انا اقول عليها تو في سكريننج؟ انا سكريننج مش معايا. احنا قلنا في السكريننج ما اقولش تو غير على ايه بقى؟ لا يا اما دايجنوز قبل كده، يا اما تكون كمان فيها ايه التيبيكال كالسيفيكيشن اللي هو البوب كورن. وكان في حاجه تانية مسموح لي اقول عليها تو برضو، الفات كونتيننج. كان ايه في ايه هم الفات كونتيننج؟ اللايكوما والايه والهامرتوما وممكن الجلاكتوسيل وكده، بس دول مش هيجوا لنا في السكرين. وكان في واحده برضو حاجه ثالثه ممكن اقول عليها انها برضو بايراتس 2 اكيد. اي كالسيفيكيشن ماكرو بقول عليه بايراتس 2. والليمف نود اللي احنا شفناها لو تيبيكال ليمف نود في تيبيكال سايت اللي هو في الابر اوتر كوادرنت، وانا متاكده انها ليمف نود مسموح على الاول عليها بايراتس 2، يبقى باي حال من الاحوال دي ما احط في سكريننج ومش هعمل لها سونار، لا هقول لها ده انت ايه بايراتس 3 مثلا او 4. خلاص احنا لسه ما وصلناش بقى نقول دي 3 ولا 4. طب مين عايز يقول عليها 3 ومين عايز يقول عليها 4؟ في حد عايز 3؟ طب انتوا ليه قلتوا عليها 4؟ الحاجة اللي عليها خلاف كده ما نحبش نشوفها بطريقة أوضح شوية، نعمل إيه؟ زي ما قلت لكم لازم إيه أستخدم بصوا لما جات لنا ألترا ساوند إيه رأيكم فيها بقى؟ يعني حتى لو كنت حطيتها 3 وقلت لها تعالي أعمل لك ألترا ساوند، كنت لما هشوفها كده كنت هعمل لها إيه؟ هعليها 4. بس هي لو أنا كنت بذلت جهد وكبرتها شوية لما كبرت، حد عايز يقول عليها؟ عايزة لسه تقولي عليها 2 يا هبة؟ نطت لإيه؟ لو بصينا عليها كده انا بس باكد عليكم احنا لازم نشوف الحاجه بالذات لما تكون ماس في وسط دنس ريليتيفلي دنس بريس، ممكن المارجنز بتاعتها ما تبقاش واضحه قوي لينا، لازم نكبر ولازم نبص ايه كويس. طيب لو قبل ما نقول على الماس اللي عندها دي، لو انا قلت لكم العينه دي مش هقول لكم طبعا عندها كام سنه بالظبط يعني، لكن انا اقصد دي عينه تفتكروا انها صغيره ولا كبيره في السن؟ صغيره. ليه بقى؟ عشان ده هنديله اي سي ار كام عشان نراجع الاي سي ار مع بعض؟ احنا قلنا في عندي اي سي ار 1 و2 و3 و4، الواحد ده هو اللي كومبليتلي ايه فاتي، والاربعه اللي هو كومبليتلي ايه دانس. يعني ده لو انا قلت عليه ينفع 1 ولا 2 كمان؟ ممكن حد يقول لي 3 او حد يقول لي 4، مش هي دي القضيه. خلاص لكن هو دانس ولا مش دانس؟ خلاص. طب وعندنا في وسط الدانس دي عندي ايه؟ عندي ايه؟ في ماس ويل ديفاين. يعني ايه الساينز اللي تخليني اشك ان هي بنا ايه فيها؟ حد بيقول لي الهالو ساين. مش عارفه انا مش مكبراها بس مش مشكله، هي باينه بالتالي بالنسبه لكم الهالو ساين. لكن لو انا بشتغل سكريننج بس كنت هديها بايراتس 2؟ هديها عشان نبقى متفقين بقى، دي هديها ايه؟ انا حاسه انها بناين صحيح بس لازم اتاكد، فاقول لها ده انت 3 وجات عملت الالترا ساوند ولقيناها كده صح؟ ويل ديفايند ولا مش ويل ديفايند؟ طب نفس الليجن ده لو انا حتى شفته كده بالالترا ساوند وكانت العينه اول مره نشوفه عندها واول مره هي تحسه وكان عندها مثلا 45 سنه ونفس الليجن ده ونفس كل الوضع ده بالمنظر ده، بس العينه جالي وهي عندها مثلا بدايه ال 30 او في اخر العشرينات، هتحبوا تدوها ايه؟ يعني هنا انا ممكن اقول عليها فايبرو ادينوما، لكن لو كبيره هقول لها لا ده انت فايبرو ادينوما وما تجيليش غير السنه الجايه. هقول هي انت موست بروبلي هي فايبرو ادينوما، بس يا ريت اشوفك مره بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور. يبقى لو كبيره هخليها برده بايراتس 3 لغايه ما اتاكد بعد ان الليجن ده ما بيكبرش او كده. ليه بقى؟ عشان انا قلت لكم كده باثولوجي ممكن الفايبر ادينوما بتتحول له صح؟ ممكن واحده تكون عندها فايبر ادينوما قد كده وطول عمرها قاعده عندها وبعدين فجاه وهي دي حجمها كبير الادينوما دي صح؟ حاجه ضخمه يعني. فمش ممكن دي تكون فايبر ادينوما وقلبت حاجه ثانيه؟ هي بقى الحاجه الثانيه دي؟ الفيلويدس. طب حد فاكر الفيلويدس دي كنا بنشخصها ازاي؟ او اول حاجه بالهيستوري، يعني اهم حاجه الهيستوري بتاع العيانه، ان هي فجاه كان عندها ماس، هي عارفه انها عندها وعارفه انها عندها ادينوما، فجاه الادينوما دي ابتدت ايه تكبر. ولما اجي اشتغل عاده بنلاقيها كبيره قوي وبتلاقيها اللي هي بنسميها جاينت يعني، وبتبقى اكبر عاده من 4 سنتي 5 سنتي كبيره. خلاص اجي احط الدوبلر عليها الاقيها فاسكولر ولا افاسكولر؟ هايلي فاسكولر.
الادينوما في حد ذاتها بتبقى الفاسكولار، ممكن تبقى فاسكولار بس مش بتبقى عالية قوي، لكن لما الاقي بقى فيها فاسكولار ليكس كتيرة كده ابتدي اشك على طول انها ايه فيلويد. وتيبيكلي الفيلويدز دي تقول لك، تيجي تقول لك ده انا شلتها وحصل لها ايه ريكارنس. الفيلويدز ده عندي انتيتي منها تبقى بنان خالص، وانتيتي منها بيبقى مالجننت، بس المالجننت انسيدنس فيها واطي، مش فاكره كام بس اعتقد 10% بس هما اللي بيبقوا مالجننت، بس بتبقى لوكالي مالجننت خلاص. ومهم ان انا اشخصها، لا ومهم ان انا بعد ما اشيلها للعينه افضل تفضل تتابع عليا معايا فتره علشان بيحصل لها انسيدنس او ريكارنس ايه عالي. طب لو انا قلت لكم في الالترا ساوند كان ايه الساينز اللي بتخلينا نقول، تخلينا اقول على دي انها بيناين؟ هي زقه اللي حواليها والدايركشن اوف جروث بتاعها مع ايه بارلل للسكين وبارلل للايه للفات لوبيز، وعامله وراها ايه كمان انهانسمنت، وهي نفسها ويل ديفايند ولا ايه ديفايند؟ ويل ديفايند. واللي خلاني اتاكد خالص لما شفت الليمف نودز، ايه رايكم في الليمف نودز؟ بيناين خالص. طب ايه رايكم في دي بقى؟ دي عيانه عندها 45 سنه كانت عامله ليفت ماستكتومي من 4 سنين. يعني قد نشك في دي صح، وممكن نشك في دي صح، ولو انهم مش باينين قوي في الميديولاترال اوبليك، لكن هقول عشان مش باينين هنا يبقى ما يهمنيش. لا ما هو ادام عندي فوق الاسيمتري كده لازم هعيرها انتباه. وايه رايكم في الليمف نودز دي؟ هو العينه اللي عندها ماستكتومي امتى يبقى وارد يجي لها على الناحيه الثانيه؟ ايه اللي ممكن يحصل يعني او كده؟ يا اما نيولي ديفلوبت يا اما ميتاستاتيك من الايه من الاذر بريست. طب اللي كوملي الكارسينوما اللي كوملي تيجي على الناحيتين اسمها ايه؟ يعني هل هي الانفيزيف داكت ولا اللوبيولر كارسينوما؟ لا اللي كوملي بتيجي اللوبيولر كارسينوما. اللوبيولر كارسينوما عندها انسيدنس عالي انها تيجي تبقى باي لاترال، ممكن نلاقي الاثنين مع بعض. يعني انا كان عندي حالات اجي اعمل الاقي عندها كارسينوما هنا وكارسينوما هنا، وساعات يجوا ورا بعض، يعني تعمل ناحيه بعد كام سنه يجي لها على الناحيه ايه الثانيه. وفي وارد ان هي كان لها كارسينوما هنا واخدت الكيمو والراديو بتاع، بعدين بعد ما بطلت بقى الدنيا هاجت ثاني فحصل لها كونترالاترال ايه، زي ما بتسمعوا كتير بيجي لنا عيانين مثلا نلاقيها كانت ماشيه كويس اول سنتين ثلاثه وبعدين نكتشف عندها ميتاستاسيس في الليفر او ميتاستاسيس في اللنج او كده. البتاس لا ما زي ما الكارسينوما بتيجي ليه ما اعرفش اجاوبك على السؤال ده. لا ده في ناس خلاص بترجع زي النورمال، في ناس بترجع لو ايرلي، مش احنا ده اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت ان لو ايرلي ديسكفرد ممكن ترجع للنورمال لايف خالص، يعني بتبقى زي العاديه خالص. او بصوا كان عندها بقى دي ماس الماس الحتت اللي احنا شفناها كانت ماسز، مالها دي بقى سبيكيوليتد ولا مش سبيكيوليتد؟ مالجننت يعني ولا بناين؟ وبصوا الاكزيلري نوتس بتاعتها حلوه ولا وحشه؟ طب واحنا بنعمل كمان لقينا عندها في الاكزيلا الليفت كمان اكزيلري لينف نوتس، ايه اللي جاب لها في الاكزيلا الليفت اكزيلري نوتس؟ اللي شال بقى ما شالش كل الليمف نودز وساب، فده دي اللي ايه دي اللي بدت ايه تكبر. طب دي عندها عيان عندها 50 سنه. طب اللي فات يا دكتور اديها بلاتس 5 ولا 6؟ لا هتديها ال 5 لان انت ده بتتكلم على نيولي ديفلوب. انتوا فاهمين هو بيسال ليه كده؟ لان هي بروفد كارسينوما قبل كده، انت بتدي للكارسينوما اللي كانت بروفد اللي اندر كيموثيرابي اللي انت خدت منها البايوبسي دي بايرات 6، لكن لما يجي لها حاجه ثانيه على اللي على الناحيه الثانيه لا دي بقت بايرات 5. ايه رايكم في الشكل ده؟ هي عيانه عامله ليفت كونزرفاتيف سيرجري، ده اسمه ايه الاول الشكل بتاع البريس ده؟ لا كنا بنسميه ديفيوز ايه ايديما. ايه الكرايتيريا اللي بشخص بيها الديفيوز ايديما باترن دي؟ تيك سكين وانكريز دنسيتي، وقلنا الشخبطه اللي هي ايه كورسند ايه ترابيكيلو. ما تنسوش بقى عشان دي طريقه يعني لو انا جبت لكم حاله كده في الامتحان فيها ديفيوز ايديما باترن هبقى متوقعه ان وانتم بتوصفوها لازم تقولوا لي كده، تقولوا لي ان فيها
skin thickening وcoarse intrabecularly وincrease density فبالتالي دي ايه diffuse edema PET. خلاص طيب ايه الاحتماليات بعد واحده عامله عمليه ان يكون عندها دي الديفيوز ايديما باتي من العمليه نفسها صح اي عمليه هتعمل شويه ايديما والليمفاتيك لان هي شالوا لها ايه شالوا لها الليمف نودز فكانهم سدوا لها ايه البلاعه بتاعه البريست اللي هو خلاص كل حاجه هتتحوش جوه وايه كمان والراديو ثيرابي وايه كمان وريكارنس طبعا كمان هل انا في حدود الماموجرافي اقدر افرق بين اي حاجه من الحاجات دي لا الا في حاله واحده لو ايه لو انا لو العينه دي بتعمل ريجولر فولو اب وانا هي بتجيلي كل 6 شهور فانا حطيت اول فيلم وتاني فيلم وتالت فيلم واقارن بينهم كلهم خلاص المتوقع الإديمة دي تبقى اكتر قوي 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 في امتى في الاول وبعدين بعد ما تبطل الراديو ثيرابي كل مره تجيلي الاقي البريست بتاعها ايه احسن لو جات لي بقى ولقيت البريس بتاعها بقى اوحش يبقى اشك ان في حاجه حصلت ايه صح فاحنا متفقين من المارفت ان انا دايما العيانه اللي تيجي لازم لو عامله افلام قبل كده اقول لها هات لي الافلام القديمه بتاعتك لان بارت من الدايجنوزز ان نعمل كومباريزن مع البريفيوس ايه ستاديز لان ساعات يعني انا مش لازم استنى لما الحاجه تبقى واضحه او كبيره علشان اشخص لكن مجرد تشينجز من الماموجرافي القديم ممكن يخليني اركز على حته معينه او ابقى عارفه ان في حاجه غلط طب احنا قلنا الدايجنوستيك بوسيبيليتيز اعمل ايه بعد كده اعمل لها ايه عملنا لها الالتراساوند ولقينا كده ايه رايكم بقى فيها دي ده بقى انهي واحد من اللي احنا قلناهم ريكارنس وقلنا عليه ليه ريكارنس وهو ريكارنس صغير ولا ريكارنس ما شاء الله ماس ايه كبيره وعرفنا منين ان ده ريكارنس مش ده السكار ان احنا شغلنا عليه الايه طب افرض ولقيت فاسكولاريتي خفيفه بس في البريفري ومش واثقه اعمل لها ايه ام ار وانتوا هتاخدوا بقى ان شاء الله الام ار مع دكتوره ايمان يوم الثلاثاء الجايين وده الشكل ايه بقى اللي احنا بنشوفه في البريست عموما ده يبقى ايه الايديما نفس اللي احنا شايفينه في الماموجرافي بيترجم كده ايه اللي حاصل هنا السكين بقى ماله ثيكن ايه علامه ان السكين ثيكند هنا يعني انا ليه حكمت عليه اكتر من 3 وايه كمان اللايرز بتاعته ما بقتش موجود وايه اللي حصل جوه البريست اديما اللي حصل في الفات اللي كان اسود اتقلب ايه ابيض وبقى في عندنا انترستيشل ايه اديما لاينز اللي هي بقت سودا اللي محاوطه ايه الفات الابيض امال دول ايه دول ليمف نودز دول كانوا سوبرا كلافيكولار ليمف نودز انا ليه جايبهم لكم دول عشان ما حدش ينسى لما يلاقي عيان عندها ريكارنس او عيان عندها اكزيليري نودز كبيره ما يكتفيش ان هو يبص على الاكزيلا لازم يبص على السوبرا كلاف لان هم دي بتفرق معاهم في طريقه احنا متفقين ان اي حاجه هتفرق معانا في المانجمنت بتاع العيانه يبقى المفروض ان احنا ندق عليها بزياده السوبرا كلاف دي بتفرق معاهم هم في المانجمنت لما يلاقوا سوبرا كلافيكولار ليمف نودز لو كانوا عارفوها من الاول ممكن يقولوا للعيانه لا مش هنعمل لك سيرجري ادوها الاول كيموثيرابي وبعدين يعملوا الايه السيرجري فوجود السوبرا كلافيكولار ليمف نودز بيبقى مهم ان انا ابص عليه قبل ما ايه ما اكمل الفحص اظن دي بقى يعني واضحه وضوح الشمس دي ايه بقى انتوا ايه ده انا قلت هتقولوها لي دي عادي خالص كارسينوم عامله نيبر ريتراكشن وكل حاجه يعني دي تعتبر سهله بالنسبه لكم دي طب دي ممكن اجيبها لكم سبوت دايجنوزيس دي حد ما عرفهاش الهامرتوما طب نفتكر كده بقى كان شكلها ايه انا وريت لكم واحده المره اللي فاتت بس ان شاء الله مش هتنسوها ان شاء الله هجيب لكم سبوت دايجنوزيس دي قلنا ان هي الكرايتيريا بتاعتها انها تبقى ايه اول حاجه ان هي بتبقى ويل ديفايند او انكابسوليتد كمان يعني ممكن الف والاقي فيها ايه كبسول لو انا مشيت معاه اهو كبسول كده وتبقى جواها حاجات كتيره دنس بس في وسط ده في ايه حتت لوسنت ومعنى ان في لوسنت يعني معناها ان فيها ايه فات دي هديها بايرات كام من وانا شايفاها كده 2 طب ده رايكم في ايه الماموجرام ده هو معمول كويس ولا اي كلام كده فاكرين ما قلت لكم كان عندنا الجهاز وكنا لازقينه بالبلاستر ومش عارفه ايه وكده يعني كان بس هلا انت بتقولي بتشاوري على حاجه
هي اللي بتقول دي حاجة. هي اكتشولي مش دي، هي دي كلها حاجة، دي كلها حاجة، بس كان ممكن يتفوت من اي حد فينا ان هو مش شايف فيه حاجة ولا لا، بالذات انه فاتي بريست كده وايه حلو، بس عشان معمول على جهاز مش ايه مش حلو ده. وفعلا في الاول قلنا ده بايرز، جينا اشتغلنا الترا ساوند، جينا اشتغلنا الالترا ساوند لقينا المنظر ده. بص على الصورة كده وحاولوا تفرقوا، هل هي حاجة جوه البريست ولا بره البريست؟ ايه اللي خلاكي تقولي بره بثقة يا هاب؟ فاكرين المرة اللي فاتت لما خدنا الالترا ساوند كنا عمالين نقول طول ما انا باصه، طول ما انا بعمل البريست لازم اكون شايفة ايه عشان يقول لي ان انا شايفة البريست كله، البكتورال ماسل. وقلت لكم ان اي حاجة في الريبز ممكن ساعات ان كومن ميستيك، ان لو شفت الريب اند اون في الاول ما بتبتدي تشتغل الترا ساوند بريست، في ناس كتيره بيروحوا مشخصينه ايه فايبرو ادينوما. قلت لكم اللي ورا البكتورال ماسل عمره ما هيكون في ايه جوه البريست. طب دي عندها اهو ده الريبز، حتى انا كاتبه لكم هنا الريبز، يمكن بقى مش عارفه باينه ولا ايه بقى الريبز اهي. وبصوا الماسل دي جايه عامله كده كده وجايه نازله، تفتكروا ده ممكن ينفع ايه؟ ايه اللي ممكن يعمل كده؟ يعمل حاجه تعمل تواخدين بقى المفروض الدبلومه وخلصين كله، حاجه عامله ديستراكشن في الريبز ورفع البكتورال ماسل كده. ده حاجه كومن اللي كده كنا بناخدها. ايوه الكولد ابسس مش كنا بناخدها ان هو بيمشي مع ده انا نسيت التشست، انتوا المفروض لسه مذاكرين وعارفين، مش خدتوا التشست خلاص؟ بصوا العينه دي لما عملنا لها الام ار او كده، انتوا صحيح ما تعرفوش الام ار لكن عندها ايه كمان المنظر ده تيبيكال بقى الايه للباراسباينال ايه كولد ابسس صح. فدي دي كانت عينه فعلا تيوبركلس، وفي يعني تي بي كومنلي لما بتيجي ساعات العينه بريزنتنج بتفتكر ان هي بريست ماس، بس هو بيبقى تي بي عند الكوستو كوندرال ايه جنك او عند الكوستو كوندرال جنكشن بيبتدي يبقى فيه الكولد ايه ابسس. انا عندي كذا حاله بالمنظر ده. طيب فين الباثولوجي هنا، في اليمين ولا في الشمال؟ الشمال صح. ليه وسكين سكند؟ كويس، انتوا عارفين كنت بوريها للناس قبل كده كنت كده طمنتوني عليه، عشان شايفين الرايت بريست دانسر فيقولوا لي اليمين، لكن هو فعليا في الشمال لان احنا حد مش شايف السكين ثيكنينج والنيبر ريتراكشن، حد مش شايفه من اللي ورا. هتعملوا لها ايه بعد كده؟ نبص عليها في اذر فيو، رايكم فيها ايه بقى؟ شوفي بقى بانت الماس. انا بس بوريكم دي عشان اهميه ان احنا نشوف الحاله في التو فيوز، يعني فاهمه لازم يعني هم ما عملوش التو فيوز دول هزار، يعني ده يعني مهم جدا ان انا اشوف ساعات تشوف الحاجه في فيو واحده وتبقى كومبليتلي مافلد في الثاني. وده شكلها في الالترا ساوند بناين ولا مالجنان؟ مع حد هيقول لي انها بناين عشان عامله انهانسمنت وراها؟ لا، لكن شكلها طبعا ايه. وايه رايكم في الليمف نودز دي بقى؟ دي يعني ايه مفيش هايلم نهائي بقى فيها، مش بس اكسنتريك ولا كده، ده مفيش هايلم ايه خالص. طب ايه رايكم في دي بقى؟ دي كانت عينه عندها 49 سنه وجايه بتشتكي بالبيبل رايت ريتروريال ماس ليشن. حد شافه اللي هو الدكتور بيقول عليه ده؟ عشان دي من الحاجات، فاكرين ما قلت لكم على الهابي اي سندروم؟ طبعا هي بتشتكي باليمين ومش داريانه خالص بالشمال اللي عندها دي، هي كانت فعلا جايه بتشتكي باللي عندها في اليمين ده. طب نمسك واحده واحده، اليمين دي ايه رايكم فيها؟ ويل ديفايند وكده، اديها بايرات سكين؟ لا ابص عليها بالالترا ساوند. طب احساسكم كده انها واخده دايركشن بتاعت ايه؟ بتاعت دات، لانها حاجه شكلها كده متجه ايه ناحيه الايه النبل. فجينا عملنا لها الالترا ساوند، انا وريتها لكم المره اللي فاتت دي بس ما وريتكوش الليف بريس بتاعها فيها. عشان اتاكد ان ده مش سكريشنز جوه الدكت اعمل ايه الدوبلر، لما شغلنا الدوبلر ولقيناها فاسكولار كده بقت انترا داكتل. هل دي بابيلومو ولا شكلها بابيل؟ احنا قلنا البابيلومو بيبقى ليها ايه سنترال فاسكولار، انما دي ليها ايه
شجره كده متفرعه، دي بقى دي ايه؟ انتراداكتل بابيلاري كارسينوم. بصوا بقى على الناحيه الابر اوتر كوادرن، لو رجعنا مش عارفه انا هبقى جايباه مكبر ولا لا بعد كده، اعتقد فيها تجميل. لو رجعنا للليجن ده بصوا لما كبرناه ايه رايكم فيه بقى؟ يمكن الدكتور شايف الاسيماتري، لكن كنت شايف الكالسيفيكيشن كمان اللي فيها؟ شايفين فيها كالسيفيكيشنز قد ايه؟ طب دي بقى حد ما عرفهاش؟ اللي ما عرفهاش يقول لي والنبي، عشان ما ايه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ هنغلط فيها تاني ولا؟ انتوا عارفين الهمرتوما دي ساعات لو جات لنا اول مره بالسونار تديك يعني بيبقى منظرها ملخبط وممكن تتشخص اي حاجه، لكن الواحد لما بيشوفها في الماموجرافي هو اللي فعلا دايجنوستيك فيه. خلاص ما حدش بقى ينسى شكلها خالص. نعم؟ اللي فوق دي الليمف نودز. لا ده 99 و9 من 10 من ستات هتلاقي عندهم الليمف نودز. نون سبيسيفيك. ده انا بكتبها تقرير النورمال عندي فيه في نون سبيسيفيك نودز. طب تحبوا تدوا دي بايراتس 4 ولا 5؟ مين عايز يقول 4؟ بس ما فيهاش ساين واحده كده تخليك، احنا متفقين السبيكيوليتد ماس دي معاها كل الساينز الثانيه، يعني بصي ترابيكيولي ثيكن وسكين ثيكنينج وهي نفسها ال ديفايند وفيها سبيكيوليشنز. انا دي الصراحه كنت اديها 5 الصراحه، يعني السبيكيوليتد ماس الواضحه دي بنديها 5 على طول. معايا؟ وإذا شفتيها بقى كده كمان كده خلاص ثبت عليها يعني. دي هنديها بايرتس كام ليك يا هبة دي؟ 3. مش عايزة تعلي شوية؟ قولي لي طيب كبريها وأنا أشوف كده حد هيقول عليها 3؟ ده 4 وممكن 5 كمان. طب إذا شفناها كده خلاص. طب دي بقى ده برضو من على جهازنا القديم بكل فخر، يعني شايفين مليان ارتيفاكتس والدنيا يعني ايه. دي هتدوها بايراتس كام بقى؟ ماكرو كالسيفيكيشن هتدوها بايراتس كام يعني ايه؟ لا احنا متفقين الماكرو 2، ما انا عايزه اوقعك بقى. مفيش حاجه تانية؟ تبصوا جنبها لازق فيها الكارسينوما. بصوا اهي، يعني انسوا الكالسيفيكيشن وبصوا على اللي جنبيها دي كارسينوما. طب انتوا ليه تفتكروا فاكرين ما قلنا اختيار الجهاز والعوامل والكده؟ طبعا دي لو على جهاز عدل كتبنت لكم كده كانت هتبان كارسينوما، بس مش عايز اقول لكم يعني هي دي اي حد هيتلخبط فيها هياخدوا قوي الكالسيفيكيشن الماكرو ده والماس نفسها هت ايه. نعم؟ لا لا ده مش بتاعها، لا لا دي كانت نعم. لا لا ما انا شفتها بالسونار الحقيقه، بس عارفه زمان ما كانش عندنا الاوبشن قوي ان انا انقل الصور من على الجهاز وكده، كنا بنقعد نصورها بالكاميرا وساعات ناخد من على الشاشه، وكانت الصور بتبقى فصوره السونار بتاعتها حتى انا مش عارفه راحت فين الصراحه يعني، بس انا عارفاها دي لانها عملنا لها بايوبسي يعني. بس ما كل اللخبطه دي لان هي يعني بقول لك الفيلم مش حلو، مش معمول على جهاز كويس. بص دي كانت عينه جايه لنا في السكريننج وبانت لها عندها ماس صغيره قوي كده في البريست، وعملنا لها الالترا ساوند وطلعت ماس صغيره كده. الماس الصغيره دي بناين ولا مالجنت على الرغم من حجمها الصغير دي؟ هي حد بيشاور لي كده، هي اللينكس بتاعها مش نص والاوتلاين بتاعها مش حلو، وعلى الرغم انها صغيره فيها شويه ديزموبلاستيك رياكشن، لو بصينا حواليها تلاقوا في ريم ابيض خفيف كده حواليها. خلاص المهم ان العيانه ايه عملنا لها دخلوا وشالوا الماس جات لنا بالمنظر ده بعدها بحاجه بسيطه. الاول عايز اسالكم سؤال، هو اللي شال الماس ده اتصرف صح؟
اه لانه ما عملش ايه، ما شالش الليمف نودز. والليمف نودز دي شكلها حلو اساسا؟ لا لا يا شيخه حرام عليك، هي كانت مالجنة. اه بصي بصي دي، بصي دي ده مفيش هايلم خالص وشكلها جلوبيلر وكده. صحيح ممكن لو اختلفنا هنعمل ايه؟ هبص عليها بالسونار. طب وايه ايه يعني، هي العينه دي تعك فيها بجميع الايه المقاييس. لما تيجي بعدها بثلاث اربع اسابيع بالمنظر ده، اه طلع فعلا كمان كان عندها بليدنج تندنسي، وحتى دي ما اتعملتش ايه قبل العمليه. طب دي لما هنسميها هسميها ايه الماس دي؟ ويل ديفايند ولا ايه ديفايند ولا اللي هي كنا بنسميها ايه البارشل؟ يعني انت عايزه يعني انتوا حاسين انها ويل ديفايند ولا انها وحشه قوي يعني؟ اه كنا بنسميها اسم كده، كان عندنا الايل ديفايند اللي انا حاسه ان الماس نفسها وحشه، لكن كان في مسمى تاني لما اقول على الماس كويسه بس اللي حواليها هو اللي مخليها مش الاوتلاين اسمها ايه؟ بارشلي اوبسكيور، اللي هي حاسه ان الماس كويسه بس اللي حواليها اللي مغطيه. جينا عملنا الالترا ساوند بتاعها لقينا المنظر ده، مش يخض ولا ما يخضش؟ كنت عاملاها ايه عشان اعرف ان ده المفروض ما يخضنيش؟ اول حاجه احط عليها ايه؟ الدوبلر، المفترض ان انا هلاقيها ايه؟ افاسكولار. واللي جواها ده ممكن الاقيه كمان ايه لما احركه الاقي فيه شويه ايه فلوت. يعني دي كان ممكن تبقى هيماتوما، ممكن تبقى ايه كمان ابسس مثلا. اه كانت كده جالها ابسس مكان الايه العمل. هفرق اذا كانت ابسس ولا هيماتوما ازاي؟ بالكلينيكال وبالسراوندنج. بس طبعا عشان هي عامله عمليه ممكن الاقي شويه انفلاماتوري ساينس في مكان الاوبريتيف باك. واذا ما عرفتش هعمل ايه؟ اسبايريش اللي هتاخدوه ان شاء الله مع دكتوره لميا النهارده. ها بقى دي سبوت دايجنوز، حد بقى هيغلط فيها خلاص. طب ايه الكرايتيريا اللي خليتكم تقولوا هامرتوما؟ الهامرتوما على فكره من الحاجات اللي ممكن تيجي بالبريست وتبقى جاينت، يعني دي هتطلع لها بتاع كام 10 12 سم مثلا، صح؟ ايه اللي خلاكم تقولوا عليها هامرتوما بثقه كده؟ والكبسول وجواها ايه؟ ريديو. وقلنا اي حاجه ريديو لوسنت هتبقى ديفينتلي. هنديها بايرات كام دي؟ 2 على طول. حد عايز يديها غير ال 2؟ طب دول بناين ولا مالجنت كالسيفيكيشن؟ اه اكيد ادام مكبره كده ومش جايبه لكم البريست بحاله، يبقى انا ايه دي ايه مالي اه مايكرو. قلنا انها ايه كمان كلاسترد وانها ايه بليومورفيك. طب لما هل هي معاها ماس ولا كالسيفيكيشن لحاله كده؟ هنا في شويه دنسي لكن في دي هتقول. طب لما بلاقي كالسيفيكيشن لوحده كده من غير ماس بديله بايراتس كام؟ كالسيفيكيشن حاسس ان هو مالجنت شكله مالجنت بس من غير ماس، عاده بديله بايراتس كام؟ 4. اعمل لها بايوبسي ازاي بقى؟ هتاخدوه مع دكتوره لميا بس تبقى عندكم خلفيه يعني. الستيريوتاكتيك ايه؟ بايوبسي. ايه هو الستيريوتاكتيك بايوبسي ده؟ مش الترا ساوند جايدد بقى بالماموجرافي. ليه بقى عملوه ده؟ لان انا ممكن المايكرو كالسيفيكيشن دي اجي ادور عليها بالالترا ساوند اتوه بقى، ما بقى ساعات الاقيها وساعات ما الاقيهاش. فعملوا طريقه بجهاز الماموجرافي ان هو كان الجهاز باصص على الكالسيفيكيشن ده بثلاثه دايركشنز، يعني بثلاثه الاكس والواي والزد اكسس. انا بس اللي عليا ان انا اقول له ان هي في يعني بحدد له مكانها في الزد والاكس والواي اكسس، وتبقى الابره محطوطه راكبه في الجهاز. مجرد ان انا بظبط الثلاثه اكسسيز او اقول له هي فين ليها طريقه يعني معينه، خلاص الجهاز نفسه بيحط لي الابره في الوضع ان انا لو دخلت بالابره خلاص هتجيب الماس كده ولا كده. يعني انا مش ببقى دوري قوي ان انا بقى زي السونار اقعد ادور على الليجن واظبط ايدي وكده، لا هو الجهاز اللي بيظبط لي الايه الابره. ودي معموله يعني ايديال عشان المايكرو كالسيفيكيشن اللي يجي من غير ماس. المايكرو كالسيفيكيشن اللي في ماس بيبقى محلول بدخل واخد منه البايبس على طول، لكن لما بيجي لوحده بيبقى مشكله لينا في الايه في البايبس. طب دي رايكم ايه فيها؟ يعني انا عندها بليدنج بير نيبل، اي سي ار كام دي عشان نفتكر برضو؟ 3 أو 4. هو الناحيتين سيمتريكال كده، وده الميديو لاترال اوبليك بتاعه في لينف نودز. اه
طب هي لما يكون عندها بليدنج بير نيبل كده امشيها واقول لها لا ده شكله طب اني بليدنج بير نيبل اللي يهمني قوي؟ يعني واحده جايه بتقول ده انا ببليد من التو بريست. كلمت ساره؟ كلمتي لما واحده تيجي تقولي ببليد من تو بريست ولا من ناحيه واحده؟ واللي يقلقني اكتر وقت لو قالت لي ايه من ناحيه واحده ومن ايه اورفيس واحد. يعني اليوني اوريفيشال نيبل بلادي نيبل ديسشارج ده لازم يهمني جدا. كنا زمان اول ما نلاقي كده نروح عامل لهم ايه الجالاكتوجرافي، دلوقتي بالالترا ساوند بقينا بنشوف الريترو اريلر داكتس كويس قوي. فانا بعمل طب افرض ان انا ما لقيتش حاجه، اقول لا ده انت اكيد ما عندكيش حاجه وامشي. لا لازم اخليها لا. انا حتى دايما لما تيجي تشتكي بكده وانا ما اشوفش حاجه اقول لها نورمال ستادي هاويفر ايوني اوريفيشال بلادي نيبل ديسشارج شود بي ان انديكيشن فور فيردر سايتولوجي. لازم تحلله لان ممكن انا ما كنتش شايفه حاجه لان الحاجه دي صغيره قوي وانا ما عرفتش اجيبها خلاص. طب افرض جات لي ولقيت عندها دايليتد داكس كتير ومليانه سكريشنز والدنيا ملخبطه قوي، اعمل ايه بقى؟ يعني اعمل ايه وانا بدور في وسط ده عشان ادور على انا بدور على ايه اساسا؟ ايه اللي ممكن يعمل لي الانتروداكتال ايه بابيلوما؟ اعمل ايه بقى؟ نعم؟ بالظبط. بمشي على الضغط كلها وابقى فيري ميتيكولس بقى، ومش بمشي مش بيهمني نص الضغط ده، انا بمشي مع الدايليتيشن لغايه ما اشوف الدايليتيشن دي منتهيه فين خلاص، وابتدي ادور عندي حته يعني ما هي خلصان. يعني لسه كان عندي عيانه امبارح كان عندها ضغط كتير وجايه بتشتكي بنيبل ديسشارج ومش عارفه ايه وكده، وبعدين في ضغط منهم عند الاندنج بتاعه بس كان يعني دايليتد جامد ومليان ريتين سكريشنز عند التيب بتاعته وهو بيفتح في النيبل، عندها بابيلوما صغيره. وعرفت منين انها بابيلوما؟ لما انا فتحت الدوبلر وبدور على البابيلوما كان ايه الساين اللي بيخلينا اللي هي السنترال فاسكولار ايه خلاص. وساعات لو لقيت الواحد محتاس شويه بقى اقول لها ايه اشربي يعني امشي اسبوعين خلاص، وفي الاسبوعين دول اشربي سوائل كتير واعملي كمادات ميه دافيه، لان ساعات الانسبيسيتد سكريشنز تخبي لي البابيلوما. وقلنا اكتر حاجه تخليني اقول دي سكريشن مش بابيلوما ان انا الاقيها ايه عايمه في الضغط ما هيش ايه اتاتش للايه للوم. ايه رايكم فيها؟ دي كانت بابيلوما بس الفاسكولار بيديكل مش باين قوي فيها، هنا باين جنب يعني الفاسكولاريتي دي مش فيها. طب ده هتقولوا عليه ايه بقى لو انا الاول باثولوجي يمين ولا شمال؟ حد بيقول لي شمال عشان شايف الماس، بس هو اليمين حلو؟ لا الاثنين فيهم الباترن اللي عايزاكم بقى تحفظوه اللي قلنا ايه ديفيوز ايه اديما فات، ولما هتيجي هتوصفوا هتقولوا فيه ايه سكين تيكنينج وايه وكورس انترابيكلي وانكريس ايه دانس. هو على الناحيتين ولا على ناحيه واحده؟ على الناحيتين. صحيح على الناحيه الشمال شايفين حاجه اديشنال بقى اللي هو ايه في معاها ايه في ماس فعلا هنا. اعمل لها ايه العينه دي الخطوه الثانيه؟ ابص على الفيو الثاني ايه رايكم فيه؟ ده انا حتى هنا صح مين بيقول لي توماس انا فعلا ما اقدرش احدد هي واحده ولا دي كمان حاجه صح. وده عادي في الدنس بريست ببقى اقدر الماموجرافي بيبقى يعني اقدر احكم عليه 100% في الدنس بريست. لو فاتي بريست هقدر زي ما قلت لكم اعد واشوف كام ماس او كده، لكن في بريست زي ده ما اقدرش ايه هعمل لها ايه بقى؟ اعمل الترا ساوند. دي بناين ولا مالجننت؟ مالجننت. كانت ماس واحده ولا اكتر؟ ده كتير بقى كانوا اكتر حتى من حجم اللي احنا ايه شايفينه. متوقع ولا مش متوقع؟ بس كلهم كانوا فين؟ بصوا قد ايه بقى دي وكان دي لينف نود في الليفت اكزيلا حلوه ولا وحشه؟ وحشه. طب في الرايت سايد بقى جيت عملت في البريست الرايت سايد ما لقيتش ولا ماس بس لقيت اللينف نود بتاعتها كده، يبقى كان الرايت سايد دي عامله زي ما تكون ايه ميتاستاتيك وعامله زي ايه الكارسينوما الوحشه قوي اللي احنا خدناها قلنا اذا كانها انفلاماتوري ايه اللي هي بتيجي تبقى لينف نودز واديما جامده قوي بس ممكن تبقى اي باثولوجيكال انتيتي بس بتعمل اديما جامده قوي في البريست. قلت لكم دي اوحش انواع الكارسينوما في البريست اللي هي اسمها ايه
انفلاماتري بريست كارسينوما، حد فاكر كنا بنشخصها ازاي؟ هتيجي بايه بقى العيانه؟ انفلاماتري ساينز، وتيجي معاها ايه؟ والليمف نودز تبقى انلارجد قوي. طب ما هي دي ممكن اقول عليها ماستايتس، كنت بفرق الاثنين من بعض ازاي؟ يا اما هتجيلي اول مره بالليمف نود بالمنظر ده فعلى طول دي هقول لها خدي ليمف انتي بايوتيك وتعالي لي، لا دي على طول هقول لها لا ده انت كده هعمل لها بايوبسي. قلت لكم بيتعمل لها بايوبسي بطريقه معينه مش زي لان انا ما عنديش ماس ادخل عليها صح، بس بعمل ايه؟ بعمل فور كوادرنت واخد من الاكزيلري نود، وقلنا بندخل تحت السكين ونسحب من الايه؟ سب ديرما الليمفاتكس. واحنا مهتمين بالليمفاتكس ليه؟ لان هي الماس دي بتكبر جوه الليمفاتكس، فهلاقي فيها في جوه الليمفاتكس ايه؟ عشان كده بتعمل ايرلي مالجننس ايرلي اديما اقصد انفلاماتوري ساين. طب لو جت بقى وانا مش واثقه هل دي هي دي بناين ولا وفيها رياكشن لينوت زي اللي مكبره الليمف نوتس قوي كده ولا لا، هقول لها اعملي ايه؟ خدي انتي بايوتكس لمده 10 ايام وتعالي لي، وما تنسوش تعالي لي اعملي تاني فولو اب بايه؟ من غير فلوس، ما تنسوش ببلاش دي، لانها لو ما قلتلهاش ببلاش مش هتجيلك خلاص. فلما هي هتيجي بعد 10 ايام هتلاقي في ريسبونس كويس، يبقى دي كانت ايه من الاصل. طب ولو جات بقى وريسبونس مش كويس بعد ما اخدت الانتي بايوتيك، لازم تبقى انفلاماتوري بلس كارسينوما اللي هنحط احتمالات ايه تاني؟ ممكن تبقى تي بي او اي يعني ايه نون سبيسيفيك بقى او سبيسيفيك اورجانيزم يعني، او ايه تاني ممكن تكون ديفلوبت ايه كمان؟ يعني قلنا انفلاماتوري بلس كارسينوما او اورجانيزم مش هيتعالج مهما ندينا له، او ممكن تكون قلبت بابسس. هو الابسس عمره هيروح بالانتي بايوتيك؟ الابسس لازم يبقى ايه؟ يبقى درين. هو ده فيلم معمول حلو برضو عشان نراجع بقى، كنا بنقول ان السي سي معمول كويس امتى، وكنا بنقول ان هو الميديولاترال اوبليك فيو الاول قلنا كان بيبقى عندنا كرايتيريا عشان اقول ان انا عملت الماموجرافي ده مظبوط. كنا بنقول وال ايه وال ايه وال ايه البريست يبقى وال ايه اول واحد، قلت لكم العينه بتيجي ناسيه كل حاجه الا الضغطه بتاعه الجهاز اللي هو وال ايه كومبرس صح. وقلنا ايه فايده الكومبريشن؟ يقلل الدوز، لان انا بعمل اوتوماتيك اكسبوجر الجهاز على قد ما انا هقول له الثيكنس بتاع البريست على قد ما هو هيديني ايه الدوز. وحد عمل لي كده ان هو بيعمل سيبريشن للايه للاوفرلابنج تيشوز ايه مع بعضها. وثالث حاجه البريست ده على التشست وول صح، فبيتحرك، فانا دي طريقه ما هثبت. يبقى ويل كومبريست وويل ايه ويل اليفيتد قلنا، لان ممكن لو هايلي سيتويتد مس وانا ما عملتش الاليفيشن ده تبقى بره الفيو خالص، وانا بشتغل سكريننج مش هعرف. ده هي الفنيه بقى وهي بتصور في العربيه هي وزمتها بقى رفعت البريست وصورت، والثالث حاجه انها ايه عملت ايه شدت كويس. بس في البولينج انا بعرف بقى، لان انا قلت في السي سي لازم اكون شايفه على الاقل حته من ايه من البكتورال ايه ماسل، زي ما احنا بنعمل في الالترا ساوند طول ما احنا شغالين شايفه البكتورال ايه ماسل. طب والميديولاترال اوبليك عشان اقول ان هو معمول مظبوط كان ايه العلامه اللي عندي؟ البكتورال ماسل دي بتبقى شكلها ايه تراينجلر، وقلنا التيب بتاعت التراينجلر تبقى واصله لغايه الليفل بتاعت الايه النبل. فده بقى معمول كويس. ايه العيوب اللي في الفيلم ده تفتكر؟ مفيش بكتر يعني، انا لو حد قال لي حكومي على الفيلم ده هحتاس، انا ممكن اقول له 100 ماس هنا اي حاجه، لان بصوا كده على اليمين ايه في ايه كمان غير ان الفيلم ان البريست مش بس مش مشدود كويس، ايه اللي حاصل فيه؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ دي سكين فول، يعني معناها ان كمان هي حطت البريست كده وراحت عامله ايه كومبريشن. بس قلت لكم ساعات بيبقى الفني اللي بتشتغل معها عذرها في حالات ايه قلنا الحاله اللي هي بريست اديما جامده او بوست ساعات البريست بيبقى عامل زي الحجره كده ما تقدرش هي تشده خلاص. بس دي مش متوقع تجيلي في سكريننج، اللي هيجي لي كده هتبقى في المستشفى في كده، فهبقى عارفه ان انا هعوض النقص ده بايه بالالترا ساوند. يعني بصوا يعني ايه لا الميديولاترال ولا الايه ولا السي سي. لا ما دي حته من عظم كتفها. ما هي دي بس بس احنا كان ممكن نقول كل دي ايه ماس، لان الفيلم معمول وحش قوي. هو هنا كان في مايكرو كالسيفيكيشن طبعا ما حدش فينا ايه شافها. دي عيانه عندها 50 سنه اظن بقى قلنا 100 مره الحالات دي صح.
بعد كانت عامله شي ديفلوب اكيوت فالمنت انفلاماتوري ساينز في الليفت بريست. الاول شكله ايه بقى عشان ما تنسوش ديفيوز ايديما؟ اه ما ننساهوش بقى. هنعمل لها ايه العيانه دي؟ الترا ساوند. قبل ما نعمل الترا ساوند لقينا الليمف نوت شكلهم كده مبسوطين، يبقى داخله وانا متوقع ان دي تطلع ايه بقى؟ اه انفلاماتوري ايه بريست كارسينوما. فعلا لقينا عندها ايديما والليمف نوت شكلها كده، تبقى ايه؟ ما لقيتش اي ماسس. على فكره الانفلاماتوري بريست كارسينوما ساعات بيبقى معاها برده ماس، بس عاده الماس دي بتبقى يا اما صغيره قوي، ونلاقي الايديما يعني تلاقي ماس صغيره والايديما دي اكستنسيف قوي قوي بيوند الكوادرنت اللي الماس دي فيه حتى، فبنشخصها بكده خلاص. فدي انفلاماتوري بريست كارسينوما ولا عايزين نقول عليها حاجه ثانيه؟ من الاول هقول لها كده ولا من ولا هقول لها خدي انتي بايوتيك وتعليلي؟ لا دي من الاول شكل الليمف نودز بتاعتها ايه. اه صح صح والله، يعني ساعات بيبقى ساعات بيبقى حتى ما انتش قادر تشوف الدبث بتاع البريست، يعني ساعات في الانفلاماتوري بريست كارسينوما يجي البريست ده كونجستد قد كده، تيجي تحط البروب بتاع السمول بارتس تبقى حاسس ان انت مش قادر تشوف البريست على بطوله. يعني بقى هي ما الحالات دي بقولك بتبقى ساعات، وساعات تلاقي يبقى فيها ماس بس انت اللي مش عارف تشوفها، بس وجود الليمف نودز الباثولوجيكال ده بيخليك على طول تشخص ان هي يعني ان هي اكيد مالجننت. يعني نيكست ستيب لحاله زي دي اذا انا شفت الليمف نودز وشكلها مالجننت بايوبسي. بايوبسي ريكومند بايوبسي. بايوبسي من الاكزيلي الليمف نودز، وزي ما قلت لك فور كوادرنت بلايند بقى كده، وتسحب لو في سب ديرم الليمفاتيك واسع بتسحب تاني. يعني الام ار احنا لسه يعني بعمل كده شغل عليها، هل هو بيفيدنا ولا لا يعني، بس لسه يعني الفاليوز بتاعته مش واضحه قوي. هم البيبرز اللي اشتغلوها بره كلهم بيقولوا لا في اي انفلاميشن الام ار كواليتي بتاعته ما يعني ما ينفعش فور اسسمنت، بس اكشلي احنا اللي بنشتغل هنا ان احنا بيجي لنا حالات الانفلاماتوري اكتر منهم بكتير، فابتدينا نلاقي ساينز في الام ار ممكن تخليني يعني اتوجه اكتر انها مالجننت او انها بنان، بس لسه مش دوكيومنتد قوي يعني. طب هنا الباثولوجي يمين ولا شمال؟ ما حدش فيكم بيجاوب. لا هو في الشمال. العيانه دي هو هتلاقيهم على الناحيتين. انا بس عايزه اقول لكم ان الايديما ده احنا عمالين نتكلم انها يا انفلاميشن يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك اورجانيزم يا اما انفلاماتوري بريست كارسينوما. دايما نخلي بالنا من حاجه من الجنرال كونديشن بتاعه العيانه. انا ياما بيجي لنا عيانين مثلا تيجي بيوني لاترال بريست ايديما قد كده، وبعدين تطلع والواحد بياخد منها الهيستوري. عودوا نفسكم دايما تتكلموا مع العيانين، لان مثلا تطلع انها كاردياك وهي بتنام على الجنب ده. ده انا عندي يمكن اكتر مش عارفه اقول لكم كام حاله اللي هي تبقى كارديك وبيوني لاترال ايديما. دي مجرد ما تقول لها بلاش الجنب اليمين ده، نامي على الجنب الشمال، هتلاقي يعني الايديما، او انها تكون عندها هارت فيلير وابتدت تتعالج فتلاقي الايديما خفت خالص. من ضمن العينين اللي كده برضو العينين الرينال لما بتكون جسمها كله مرم هيجي لها برضو ممكن ايديما. يعني خلي في بالنا ان ممكن في سيستميك كوزز كمان تعمل منظر الايديما اللي احنا بنشوف. يعني العينه دي فعلا كانت اندر هيموداياليس، فبصوا عندها كان ايديما في كل البريست عندها خلاص، بس ده مجرد الجنرال كونديشن بتاعتها هتتحسن هي كمان ايه هتتحسن. طب دي هلاقي فيها الليمف نودز؟ مش هلاقي، او هلاقي الليمف نودز العاديه اللي انا ايه بشوفها. انا متهيألي قربنا نخلص يعني، بس طب دي ايه رايكم فيها بقى؟ في الليمف نودز، بس في حاجه كمان كده في الاجزله كبيره زياده شويه. احنا فاكرين كنا قلنا بنفرق ازاي دي ماس ولا اجزله للليمف نود او كده؟ قلنا الاجزله للليمف نود عمرها ما هتبقى سبيكيليتد، وعمرها ما هتعمل ايه سكين ريتراكشن. كنت وريتكم حاله المره اللي فاتت اللي فيها كارسينوما صغيره جوه الاجزله وعامله ايه ريتراكشن. دي الصراحه ممكن شكلها يحير شويه، دي ليمف نوت ولا ماس. فنبص عليها كده بالالترا ساوند، ايه رايكم في شكلها؟ احنا شفنا ليمف انفلتريتد نوتس كتير قوي، وشفنا منهم كبار قوي. دي شكلها ماس ولا انفلتريتد نوت؟ حد عايز يقول عليها انفلتريتد نوت؟
واللي خيوة يعني بصوا اهي دي الماء، مش هو هنا دي الماس ودي الانفلتريتد نود، بصوا اهي دي لوحدها كده لو شفناها تقول عليها انفلتريتد نود ولا فيها بقايا الايه الهاي لما هو، لكن دي هي الماس الكبيره اللي جنبها. وطبعا تفرق لما انا اقول لهم ان دي عندها اكزيلري ماس ولا عندها باثولوجيكال نودز بس. ايوه لا انا ما بستخدمش خالص التعبير ده، مش عارف يعني ايه ماس نودال كومبلكس، مش عارف مش عارف لا انا ما بستخدموش خالص يعني. اه لا هو بيخلص نفسه بقى يمكن يعني عشان ايه يضرب الاثنين ف استفرق قوي يعني. في عيانين بيجوا لنا بانلارج اكزيلي لينف نودز بس باثولوجيكال وبناخد منهم بايوبسي يطلعوا لينفوما، في عندي عيانين ساركويدوزس وعندي عيانين روماتويد ارثرايتس وسكليروديرما يجوا باكزيلي نودز بس، وطبعا المانجمنت بتاعهم مختلف تماما عما انا اقول له دي في اكزيلي اكزيلي ماس يبقى هيخش يشيل، لكن لما تكون لينفوما هيخش يشيل لا هيديها كيموثيرابي لما تكون ساركويدوزس ولا حاجه. انا عندي 3 4 عيانين ساركويد عندهم اكزيلي نودز بس، لوكيميا عندنا حالات لوكيميا باكزيلي لينف نودز بس، فتفرق قوي ان انا اقول له اللي في الاكزيلا دي لينف نود بس ولا كده. واذا احتسنا هنعمل ايه يعني في الاخر بايوبسي ايه. اه دي مش عامله ريتراكشن، ما هي مش شرط، هو مش كل الكارسينوما اللي شفناهم عامله يعني سكيب ريتراكشن وكده. اه بس شكلها لينف نود، احنا انا بقول لك انت شفتي لينف نودز كبيره، هل دي حتى التكستشر بتاعت الليمف نود؟ عارفه حتى التي بي والليمفوما لما بيجوا في الاكزيلري نودز بس بيخلوا الليمف نود، اولا الليمف نود عاده الكورتكس بتاعها بيبقى اسود قوي، فلما بيضيع الهايلم خالص، انا اول مره في حياتي يعني اول ما اشتغلت خالص شفت حاله كانت ليمفوما في الاكزيلا افتكرتها انها سيست في الاكزيلا، يعني من كتر ما هي شكلها اسود وقاتم، بس تشغلي عليها الدوبلر بقى هتلاقيها فيها فاسكولار. يعني بقول لك انا الاول قلت ايه ده، ايه اللي جايب سيستات كبيره قوي كده، كان لسه الواحد ما شافش حالات كتير، فقلت ايه ده ايه اللي جايب سيستات كبيره قوي كده في الاكزيلا، فوجئت بقى ان هي دي مش سيستات دي اكزيلري نوت. كنت هتسالني حاجه ثانيه. ساعات بيبقى في انترامالي نودز في الابر اوتر كوادرنتس، في جلد نودز موجوده جوه يعني هو مسموح بيها في اي مكان ثاني؟ لا ما هو احنا يمكن انت جيت بس متاخر، كنت وريتهم حاله في الاول مسموح لك تقول بالماموجرافي بس لو هي شكلها لينف نود وفي الابر اوتر كوادرن، لو اشتغل لو لقيت حاجه في مكان اي تيبيكال لازم تثبتها بالسونار، لانها ممكن تبقى سمول ادينوما صح، وممكن تبقى انترا ماموري لينف نود لازم يعني قصدي مسموح بتوريد انترا ماموري ما هو سموح بيها طبعا ما فيش حاجه خالص في الاكزيلري تيل هو ده ساتسفاكتوري سي سي فيو بقى ولا ايه؟ ناقصه ايه؟ ان انا اشد كويس صح؟ والدليل على كده ان احنا لما عملنا الميديو لاترال اوبليك بنت لنا ماس بس كانت ديب قوي وكمان ناحيه الاكزيلا فما بنتش خالص في الايه؟ الماس دي شكلها بناين ولا مالجنن بقى؟ اهي شكلها كده والاكزيلا نوتس كده. بصي مين كان لسه بنسال على الليمف نوت، بصي الليمف نوت دي لما بتلاقيها سوادها غير خالص الكارسينوما بتبقى يعني دارك قوي ده، ولا الكازييتد نوتس بقى بتاعه التي بي تقولي عليها سيست سيست يعني بتبقى سودا خالص لانها كمان بتبقى فعلا ليكويفايد يعني فين الابنورماليتي مين ولا شمال؟ نبص على فيو تاني مش كده، احنا قلنا لازم نستنزف الفيوز فهي في حاجه في الايه في الليفت ونسبتها بالارض. انا بيتهيألي ان احنا كده خلصت، متهيألي كده نكه يا ناصحين دلوقتي دي للمره اللي فاتت كلكم قلت عليها ايه ماس ودي عشان دي كانت ايه دي سبيكوليتد ماس ولا سكار ولا ايه؟ نسال العينه الاول لو عامله عمليه تبقى دي ايه سكار. طب جيت عملت لها الالترا ساوند وطلعت كده دي سكار ولا ماس؟ انا وريتها لكم احنا شكلها مش حلو صح في الالترا ساوند، لكن هي سكار ولا ماس بقى؟ سكار مش واخده فاسكولار. طب حد قال عليها هنا ماس شك فيها يعمل لها ايه؟ قلنا الام قبل البايوبسي نعمل الام ار لو ما خدتش صبغه خالص، انتوا هتشوفوا بقى مع الدكتوره ايمان الام ار.
طيب لو امتى اعمل الام ار عشان اقول ان دي سكار ومش واخده فاسكولاريتي؟ يعني لو عملت ايميج بوست اوبرتيف اتوقع هيلينج سكار يبقى فيها فاسكولاريتي وفيها انهانسمنت ولا لا؟ لو ايميديت لازم هيبقى فيه، عشان كده بنستنى على الاقل 6 شهور او كده. بعلو. نعم. ما بنستخدموش قوي في البريست، يعني هو في ستاديز اتعملت عليه بس انا ما اشتغلتش عليه الصراحه. اصل السبكتروسكوبي لوحده كده الفحص بيطول قوي، وبعدين هتبقى بتعمل لها الام ار بريست بالصبغه وبعدين تعمل السبكتروس بيطول جدا جدا في ال، وما اعرفش الصراحه بيفرق بين السكار ازاي او ايه الكيرف بتاعه، انا يعني ما عنديش خبره بيه خالص. بس في فلسس كتيره برضو، بس في فلسس كتير يعني لسه ما يعني ما حدش قوي بيطبقه قوي قوي كده في، يعني مش روتين، اقصد في الام ار بريست مش بنعمله روتين. حتى الديفيوجن لسه برضو يعني بنعمله بس لسه ما عندناش سوليد ريزلتس تخليني اعتمد عليه في التشخيص ولا لا. لو احنا مختلفين هو في حد قال كالسيفيكيشنز مش كده؟ والكالسيفيكيشنز ده كلنا ما شفناهاش يبقى ايه؟ انا عماله اعيد لكم وازيد لكم في الكالسيفيكيشن عشان ناخد بالنا لما يجي لنا دانس بريست هنعمل ايه؟ لازم نكبر ولازم نبص بايه؟ بدقه. ده غير بقى كده لما اشتغلنا الترا ساوند لقينا ميس، طبعا هي موجوده الميس بس كلها حاجات صغيره يعني 6 مللي و1 مللي و12 مللي اقصد، وحاجات كده اللي هي ممكن في وسط الدانس بريس دي ايه ما تبقاش باينه. ايه عشان هي كانت في الليفت ابر اوتر كوادر. ليه يا هبه؟ ايه لا انا على فكره ما بحبش الكلوك، يعني زي انا كل يعني انا ساعات لما اجي اسجل الحالات من على المونيتور وبعدين اعرف الحالات اللي انا كنت عاملاها من اللي هم من اللي باقيين كمان ان انا ما بستخدمش كلوك، بحس ان هي انا لما باجي امسك الفيلم ده بيبقى اوضح لي. يعني الكلوك دي ساعات تبان لك صغيره قوي على الصوره بالذات لو مصوره على كارت اللي هو الورق ده ما بشوفهاش، بقعد بقى عشان اعرف الدايركشن والسهم رايح فين فانا بفضل اكتب. طب دي ايه رايكم فيها؟ وفي ايه كمان غير الليمف نوت؟ في ايديما ولا لا في ال ولقينا المنظر ده. دي هقول لها تعليق كمان اسبوع ولا دي على طول ابروسيد لايه؟ دي التشخيص بتاع ما لقيتش ماسس. ايه يا هبه؟ البارينك ما فيها ايديم. بس كده عشان دي الام ار زي ما قلت لكم بقى في عندنا مشكلتين دلوقتي. طب دي اول حاله بقى، دي قلتوا ايه بناين ولا مالجنه؟ طب ايه الساينز اوف مالجنسي الاول؟ لان راجعهم الاول مع بعض قبل ما نبص على كده، كنا بنقول في ساينز في الماس نفسها وفي عندي ساينز بره بدور عليها. ايه الساينز اللي في الماس نفسها اللي بعلق عليها لما اشوف الماس؟ قبل الشيب وقبل ده كله بقى ايه اللوكيشن في بتاع، وما ننساش قلنا رايت ولا لاف صح، وقلنا في الماموجرافي بنحددها بالكوادرنتس، انما في الالترا ساوند بحددها بايه؟ بالساعه. يعني دي لو هنسميها دي في كوادرنت ولا دي ليها مكان مميز كمان بقى انها ايه ريترو اريال، وقلنا بنعلق على الشيب والسايز بتاعها بيهمنا والمارجنز بتاعتها وفيها والدايركشن اوف جروث وايه كمان فيها كالسيفيكيشن ولا لا، وبنبص بر ده لو بنعمل الترا ساوند يبقى هنعلق على الايكوجينيسيتي وعلى الايه هي عامله ايه وراها، عامله بوستيري اتينيويشن ولا انهانسمنت ولا كده. بعد كده ببص على اذر ساينز اللي هي زي ايه السراوندنج بارينكما والسكين زي كده والليمف نودز صح، وفي نيبر ريتراكشن ولا سكين ريتراكشن ولا، يعني دي لو قلنا ايه ساينز اوف مالجنسي فيها. وفي نيبر ريتراكشن وفيها شويه ثيكنينج خفيف يعني حوالي بارا اريولر كده، والماس نفسها يعني الريجولر شيبت وايه وسبيكيوليتد مارجن. طب في حاجه ثانيه شايفينها؟ نعم. هي دي انترا ميموري ليمف نودز، بس لو انا بشتغل
مش بيبقى مسموح لي قوي ان انا اقول على دي انتراماماري لينف نودز، مع ان انا متاكده ان هي كده، بس لازم اتاكد منها بالالترا ساوند. ليه بقى؟ هي العادي الانتراماماري لينف نودز بتيجي فين؟ يعني مكانها الامثل فين؟ في الابر اوتر. لما تيجي في الابر اوتر ببقى انا واثقه منها قوي. لما تيجي كده، طب هي دي مكانها فين الانتراماماري نودز دي؟ هي هنا باينه هنا، يعني غالبا ابر، بس ايه هنا ايه؟ انر. فمكانها اي تيبيكال شويه، فالاي تيبيكال دي لازم برضو ابقى حويطه شويه. مش ممكن تطلع سمول ادينوما مثلا، او ممكن تطلع سيست صغيره معايا، فلازم برضو ايه اتاكد منها بالالترا ساوند. ودي كان شكلها كده في الالترا ساوند. ايه الساينز بقى اللي فيها في الالترا ساوند؟ الماس. بقى كاتبه لك ليفت بريست ريترو اريولر ماس، يعني كاتبها جمله في حلها. نعم. هايبو اوكويك. وايه تاني فيها ساين تخليني اتاكد قوي انها مالجننت؟ يعني عامله ايه في اللي حواليها؟ شداه. احنا قلنا الماس البناين بتزق اللي حواليها وتكبر، انما دي عامله ايه؟ زي تحس ان التشو. وفي ايه الخط الابيض الهاله البيضه اللي حواليها دي؟ سميناها ايه دي؟ ليزمو بلاستيك. ايه رياكشن؟ هل هي عامله اي اتينيويشن؟ لا. هل دي تخليني اقول اكيد انها مش مالجننت؟ ان قلنا الساين ده ايه، في فالسس كتيره، من 25 ل 40% فالسس، يعني ممكن الكارسينوما تعمل انهانسمنت، وممكن ما تعملش اتينيويشن او كده، يعني ايه الفالسس فيه كتيره، فما بعتمدش على ساين واحده. خلاص، انا اعتمد على ساين واحده تخليني اخليه سسبيشس، بس مش ساين واحده تخليني اقول عليه بناين. نعم. انت قول لي بقى. ثلاثة. حد عايز موافق على ثلاثة؟ ده يعني انا اوافق على اربعة او خمسة، ويستحسن اربعة الا لو شفت فعلا الليمف نودز مثلا وكانت انفلتيه. بس دي تاخد يا اربعة سي، اللي هي يعني احنا الاربعة ساعات بنسميها، بنقسمها اي وبي وسي على حسب الليفل اوف سسبشن. يعني انا لو هحطها دي هحطها يا اما اربعة سي اما خمسة. معايا؟ لا، الاثنين سواء هي في المامو او في الالترا ساوند، الاثنين واخده بايرات اربعة. واللي هيقول لي خمسة مش حامله، لكن لو انا كمان كنت شفت فيها الليمف نودز بقى كنت هقول عليها خمسة وانا مطمنه خالص. طب دي رايكم فيها ايه؟ ادوها بقى لو انتوا في سكريننج بروجرام كده وجالكوا ماس زي دي، وادوها بقى بايرات. احنا طب نشوف الفايندنجز اللي فيها الماس نفسها، ايه رايكم فيها؟ الاول هي برضو شكلها ريترو اريولر في الرايت بريست والريجولر، والدكتور بيقول سبيكيوليتد. هي فيها سبيكيوليشنز وفيها سكين ثيكنينج. كالسيفيكيشن مش باين فيها قوي، انما ايه رايكم في البريست بارينكما اللي حواليها؟ يعني هل هي شكله حلو كده زي بتاع الناحيه الثانيه اللي هو كنا بنسميه ايه، او اللي كنا بنقول عليه ديفيوز ايديما باترن كده، اللي هو زي المشخبط شويه؟ ده ايرلي شويه، ما انا مش لازم اشوفه يعني وهو الايديما يعني على الاخر، لكن الكورس انترابيكلي. وهي بقى قالت كلمه برضو، قالت الليمف نوت شكلها مش مريح، يعني لما انا ابص عليهم كده واكبر. بص، عشان تعرفوا في الماموجرافي انا ممكن ازاي احكم، يعني صحيح انا قلت لكم في الماموجرافي مش ريلايبل قوي، بس لما يكون عندي الاكزيلي الليمف نودز اليمين والشمال، واحده فيها فاتي هايلم كده والثانيه منظرها كده تعجبني دي، يبقى كان ممكن دي اديها كام بقى بايرات؟ كام؟ خمسة. حد عايز يديها اقل من كده؟ فين الليجن التاني؟ ايه هم دول؟ لا، ده من الانكريست. ولو بصيت هنا زي هنا، ودي زي دي، نفس الديستريبيوشن، بس هنا عشان البريست بارينكما كله كورسنت عن هنا، فبيبان لك الحاجة اكتر. بس يعني هو فيها بدايه ايديما، وبدليل كده ان السكين كمان ثيكن شويه اهو. انهي واحده دي؟ دي لا لا، دي فايبرو جلاندولار تيشو. لا لا، عادي خالص، مش ماس خالص. طيب لو انا سالتكم اختاروا انهي اجابه بقى من دول، هل الماموجرافي هنا كان دايجنوستيك، ولا كان استخدمناه في الديتكشن بس، ولا كان في الدايجنوستيك وديتكشن،
ولا ما نفعناش لا في الدياجنوزز ولا الديتكشن. فكروني الاول بقى هي ايه لا انا امتى اقول ان عملت ديتكشن وامتى اقول ان انا عملت دياجنوزز؟ ديتكشن ان انا بس ايه ان انا اشاور اقول في حاجه ايه ابنون، ودياجنوزز ان انا اعرف افرق ايه اذا كانت بناين ولا ايه مالجنا. هتختاروا اني اجابه اظن واضحه ديتكشن بس، ولا قدرنا نقول مش احنا صنفناها باي ريد سباي يبقى هي ايه خلتنا نعمل الاثنين؟ مش في كل الحالات، ما انا بسالك في دي يا هبه. هبه ما توقفيليش على الواحده هبه. بصوا ادي منظرها في الالترا ساوند. ايه الساينز بقى في الالترا ساوند اللي تخلينا نقول عليها مالجنان؟ وهايبوكويك قوي وعامله وراها ايه شادوينج، والليف نودز ايه اللي شكلها ايه؟ ايه الكرايتيريا فيها اللي تخليني اقول عليها مالجنانت؟ اول حاجه انها جلوبيولر، والفاتي هايلم صغر، والكورتكس ماله تخن. فدي يبقى ثبتت عليها انها فيروس 5 ولا لا؟ فيروس. طب دي حاله كانت جايه لنا في السكريننج ماما، في رايكم فيها ايه؟ دانس بريست. حاولنا نحسنه شويه. ايه؟ حد شايفها اللي ورا شايفينها؟ احنا متفقين من المره اللي فاتت ان اي دانس بريست لازم ايه؟ ابذل فيه مجهود اكتر، صح؟ نعمل له ايه؟ ابص عليه ماجنيفايد وادق فيه اكتر وابقى ايه ابذل فيه مجهود اكتر. لو ما حدش طلب مني الاذر فيو، بصوا بقى فرق الصوره، شفتوها ولا مش شايفين الكالسيفيكيشن؟ اكبرها لكم. انا مش فاكره فيها هنا ولا لا، اهي. لا قلت لكم لو احنا شغالين على جهاز ديجيتال ببقى عندي الاوبشن ان انا اقعد اكبر، وبعندي الاوبشن ان يبقى عندي ماجنيفاينج لينز. لازم امشي طالما البريست دنس لازم بقى امشي على كل حته فيه، خلاص. لو انا مش شغال على جهاز ديجيتال، كنت بقول لكم زمان كان كل الناس وهي بتتفرج على الماموجرافي جنبها عدسه تمشي بيها على الايه على الفيلم عشان تتاكد ان مفيش مايكروفون. طب ايه الكرايتيريا اللي خلتني اقول ان الكالسيفيكيشن ده وحش؟ ايه هي؟ الاول ان هو مايكرو بدليل ان انتوا ما شفتوهوش، من اللي بعيد ما شافوش، صح؟ وان هو بليومورفيك، وايه كمان؟ كلاستر. ده كمان واخد ايه زي ايه؟ واخد سيجمنتال ايه ديستريبيوشن. بصوا بالالترا ساوند ايه رايكم، باين ولا مش باين؟ باين ولا مش باين؟ وهل هو كالسيفيكيشن في بارينكما شكلها حلو؟ احنا شفنا شكل البارينكما المره اللي فاتت اللي هي بتبقى موزايك وكده، لكن هنا البارينكما شكلها ايه؟ مش حلو. ده ممكن كمان دي تكون فعل اكتوال ايه ماس، ما هيش ايه. طب هندي لو انا بعمل سكرينينج وجات لي حاله زي كده هتدوها بايرات كام دي؟ هبه قالت تو. في حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ 3. في حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ محدش عايز يزود؟ طيب نمشيها واحده واحده. هو صح ان انا اقول عليها 2 في سكريننج؟ انا سكريننج مش معايا. احنا قلنا في السكريننج ما اقولش تو غير على ايه بقى؟ لا يا اما دايجنوز قبل كده، يا اما تكون كمان فيها ايه التيبيكال كالسيفيكيشن اللي هو البوب كورن. وكان في حاجه ثانيه مسموح لي اقول عليها تو برضو، الفات كونتيننج. كان ايه في ايه هم الفات كونتيننج؟ اللايكوما والايه والهامرتوما وممكن الجلاكتوسيل وكده، بس دول مش هيجوا لنا في السكريننج. وكان في واحده برضو حاجه ثالثه ممكن اقول عليها انها برضو بايراتس 2 اكيد. اي كالسيفيكيشن ماكرو بقول عليه بايراتس 2. والليمف نود اللي احنا شفناها لو تيبيكال ليمف نود في تيبيكال سايت اللي هو في الابر اوتر كوادرنت، وانا متاكده انها ليمف نود مسموح اقول عليها بايراتس 2. يبقى باي حال من الاحوال دي ما احط في سكريننج ومش هعمل لها سونار، لا هقول لها ده انت ايه بايراتس 3 مثلا او 4. خلاص احنا لسه ما وصلناش بقى نقول دي 3 ولا 4. طب مين عايز يقول عليها 3 ومين عايز يقول عليها 4؟ في حد عايز 3؟ طب انتوا ليه قلتوا عليها 4؟ الحاجه اللي عليها خلاف كده ما نحبش نشوفها بطريقه اوضح شويه، نعمل ايه؟ زي ما قلت لكم لازم ايه استخدم بصوا لما جت لنا الترا ساوند ايه رايكم فيها بقى؟ يعني حتى لو كنت حطيتها 3 وقلت لها تعالي اعمل لك الترا ساوند، كنت لما هشوفها كده كنت هعمل لها ايه؟
اعليها فور. بس هي لو انا كنت بذلت جهد وكبرتها شوية لما كبرت، حد عايز يقول عليها، عايزة لسه تقولي عليها تو يا هبة؟ نطت لإيه؟ لو بصينا عليها كده، انا بس بأكد عليكم احنا لازم نشوف الحاجة بالذات لما تكون ماس في وسط دانس ريلاتيفلي دانس دس، ممكن المارجنز بتاعتها ما تبقاش واضحة قوي لينا، لازم نكبر ولازم نبص ايه كويس. طيب لو قبل ما نقول على الماس اللي عندها دي، لو انا قلت لكم العينه دي، مش هقول لكم طبعا عندها كام سنه بالظبط يعني، لكن انا اقصد دي عينه، تفتكروا انها صغيره ولا كبيره في السن؟ صغيره. ليه بقى؟ عشان ده هنديله اي سي ار كام عشان نراجع الاي سي ار مع بعض. احنا قلنا في عندي اي سي ار 1 و2 و3 و4، الواحد ده هو اللي كومبليتلي ايه فاتي، والاربعه اللي هو كومبليتلي ايه دانس. يعني ده لو انا قلت عليه ينفع واحد ولا اتنين كمان؟ او ممكن حد يقول لي ثلاثة او حد يقول لي اربعة، مش هي دي القضية خلاص. لكن هو دانس ولا مش دانس؟ خلاص. طب وعندنا في وسط الدانس دي عندي ايه؟ عندي ايه؟ في ماس ويل ديفاين. يعني ايه الساينز اللي تخليني اشك ان هي بنا ايه فيها؟ حد بيقول لي الهالو ساين. مش عارفه انا مش مكبراها، بس مش مشكله، هي باينه بالتالي بالنسبه لكم الهالوسا. لكن لو انا بشتغل سكريننج بس، كنت هديها بايراتس 2؟ هديها عشان نبقى متفقين بقى، دي هديها ايه؟ انا حاسه انها بناين صحيح، بس لازم اتاكد. فاقول لها ده انت 3 وجات عملت الالترا ساوند ولقيناها كده صح؟ ويل ديفايند ولا مش ويل ديفايند؟ طب نفس الليجن ده لو انا حتى شفته كده بالالترا ساوند وكانت العينه اول مره نشوفه عندها واول مره هي تحسه، وكان عندها مثلا 45 سنه ونفس الليجن ده ونفس كل الوضع ده بالمنظر ده، بس العينه جالي وهي عندها مثلا بدايه ال 30 او في اواخر العشرينات، هتحبوا تدوها ايه؟ يعني هنا انا ممكن اقول عليها فايبرو ادينوما، لكن لو كبيره هقول لها لا ده انت فايبرو ادينوما وما تجيليش غير السنه الجايه. هقول هي انت موست بروبابلي هي فايبرو ادينوما، بس يا ريت اشوفك مره بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور. يبقى لو كبيره هخليها برضو بايراتس 3 لغايه ما اتاكد بعد ان الليجن ده ما بيكبرش او كده. ليه بقى؟ عشان انا قلت لكم كده باثولوجي ممكن الفايبر ادينوما بتتحول له صح؟ ممكن واحده تكون عندها فايبر ادينوما قد كده وطول عمرها قاعده عندها، وبعدين فجاه وهي دي حجمها كبير الادينوما دي صح؟ حاجه ضخمه يعني. فمش ممكن دي تكون كانت فايبر ادينوما وقلبت حاجه ثانيه؟ هي بقى الحاجه الثانيه دي؟ الفيلويدس. طب حد فاكر الفيلويدس دي كنا بنشخصها ازاي؟ او اول حاجه بالهيستوري، يعني اهم حاجه الهيستوري بتاع العيانه، ان هي فجاه كان عندها ماس، هي عارفه انها عندها وعارفه انها عندها ادينوما، فجاه الادينوما دي ابتدت ايه تكبر. ولما اجي اشتغل عاده بنلاقيها كبيره قوي، وبتلاقيها اللي هي بنسميها جاينت يعني، وبتبقى اكبر عاده من 4 سنتي 5 سنتي كبيره خلاص. اجي احط الدوبلر عليها الاقيها فاسكولار ولا افاسكولار؟ هايلي فاسكولار. الادينوما في حد ذاتها بتبقى الفاسكولار، ممكن تبقى فاسكولار بس مش بتبقى عاليه قوي، لكن لما الاقي بقى فيها فاسكولار ليكس كتيره كده ابتدي اشك على طول انها ايه فيلويد. وتيبيكلي الفيلويدز دي تقول لك، تيجي تقول لك ده انا شلتها وحصل لها ايه ريكارنس. الفيلويدز ده عندي انتيتي منها تبقى بنان خالص، وانتيتي منها بيبقى مالجننت، بس المالجننت انسيدنس فيها واطي، مش فاكره كام بس اعتقد 10% بس هما اللي بيبقوا مالجننت، بس بتبقى لوكالي مالجننت خلاص. ومهم ان انا اشخصها، ومهم ان انا بعد ما اشيلها للعينه افضل تفضل تتابع عليا معايا فتره علشان بيحصل لها انسيدنس او ريكارنس ايه عالي. طب لو انا قلت لكم في الالترا ساوند كان ايه الساينز اللي بتخليني اقول على دي انها بيناين؟ هي زقه اللي حواليها والدايركشن اوف جروث بتاعها مع ايه بارلل للسكين وبارلل للايه للفات لوبيز، وعامله وراها ايه كمان انهانسمنت، وهي نفسها ويل ديفايند ولا ايه ديفايند؟ ويل ديفايند. واللي خلاني اتاكد خالص لما شفت الليمف نودز، ايه رايكم في الليمف نودز؟ بيناين خالص. طب ايه رايكم في دي بقى؟ دي عيانه عندها 45 سنه كانت عامله ليفت ماستكتومي من 4 سنين. يعني قد نشك في دي صح؟
وممكن نشك في دي صح، ولو انهم مش باينين قوي في الميديولاترال اوبليك، لكن هقول عشان مش باينين هنا يبقى ما يهمنيش. لا ما هو ادام عندي فوق الاسيمتري كده لازم هعيرها انتباه. وايه رايكم في الليمف نودز دي؟ هو العينه اللي عندها ماستكتومي امتى يبقى وارد يجي لها على الناحيه الثانيه؟ ايه اللي ممكن يحصل يعني او كده؟ يا اما نيولي ديفلوبت يا اما ميتاستاتيك من الايه من الاذر بريست. طب اللي كوملي الكارسينوما اللي كوملي تيجي على الناحيتين اسمها ايه يعني؟ هل هي الانفيزيف داكت ولا اللوبيولر كارسينوما؟ لا اللي كوملي بتيجي اللوبيولر كارسينوما. اللوبيولر كارسينوما عندها انسيدنس عالي انها تيجي تبقى بايلاترال. ممكن نلاقي الاثنين مع بعض يعني. انا كان عندي حالات اجي اعمل الاقي عندها كارسينوما هنا وكارسينوما هنا، وساعات يجوا ورا بعض يعني تعمل ناحيه بعد كام سنه يجي لها على الناحيه ايه الثانيه. وفي وارد ان هي كلها الكارسينوما هنا واخدت الكيمو والراديو بتاعه، بعدين بعد ما بطلت بقى الدنيا هاجت تاني فحصل لها كونترالاترال ايه. زي ما بتسمعوا كتير بيجي لنا عيانين مثلا لقيها كانت ماشيه كويس اول سنتين ثلاثه وبعدين نكتشف عندها ميتاستاسيس في الليفر او ميتاستاسيس في اللنج او كده. البتاس لا لا ما زي ما الكارسينوما بتيجي ليه ما اعرفش اجاوبك على السؤال ده. لا ده في ناس خلاص بترجع زي النورمال، في ناس بترجع لو ايرلي، مش احنا ده اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت ان لو ايرلي ديسكفرد ممكن ترجع للنورمال لايف خالص يعني بتبقى زي العاديه خالص. بصوا كان عندها بقى دي ماس الماس الحتت اللي احنا شفناها كانت ماسز، مالها دي بقى سبيكيوليتد ولا مش سبيكيوليتد؟ مالجننت يعني ولا بناين؟ وبصوا الاكزيلري نوتس بتاعتها حلوه ولا وحشه؟ طب واحنا بنعمل كمان لقينا عندها في الاكزيلا الليفت كمان اكزيلري لينف نوتس، ايه اللي جاب لها في الاكزيلا الليفت اكزيلري نوتس؟ اللي شال بقى ما شالش كل الليمف نودز وساب، فده دي اللي ايه دي اللي بدت ايه تكبر. طيب دي عندها عيان عندها 50 سنه. طب اللي فات دي يا دكتور اديها بلاتس 5 ولا 6؟ لا هتديها ال 5 لان انت ده بتتكلم على نيولي ديفلوب. انتوا فاهمين هو بيسال ليه كده؟ لان هي بروفد كارسينوما قبل كده. انت بتدي للكارسينوما اللي كانت بروفد اللي اندر كيموثيرابي اللي انت خدت منها البايوبسي دي بايرات 6، لكن لما يجي لها حاجه ثانيه على اللي على الناحيه الثانيه لا دي بقت بايرات 5. ايه رايكم في الشكل ده؟ هي عينه عامله ليفت كونزرفاتيف سيرجري. ده اسمه ايه الاول الشكل بتاع البريس ده؟ لا كنا بنسميه ديفيوز ايه ايديما. ف ايه الكرايتيريا اللي بشخص بيها الديفيوز ايديما باترن دي؟ ثيك سكين وانكريز دنسيتي، وقلنا الشخبطه اللي هي ايه كورسند ايه ترابيكيلو. ما تنسوش بقى عشان دي طريقه يعني لو انا جبت لكم حاله كده في الامتحان فيها ديفيوز ايديما باترن هبقى متوقعه ان وانتم بتوصفوها لازم تقولوا لي كده، تقولوا لي ان فيها سكين ثيكنينج وكورسن ترابيكيلو وانكريز دنسيتي، فبالتالي دي ايه ديفيوز ايديما باترن. خلاص طيب ايه الاحتماليات بعد واحده عامله عمليه ان يكون عندها دي ديفيوز ايديما باترن؟ من العمليه نفسها صح، اي عمليه هتعمل شويه إديمة والليمفاتيك لان هي شالوا لها ايه شالوا لها الليمف نودز فكانهم سدوا لها ايه البلاعه بتاعه البريست اللي هو خلاص كل حاجه هتتحوش جوه. وايه كمان؟ والراديو ثيرابي. وايه كمان؟ وريكارنس طبعا كمان. هل انا في حدود الماموجرافي اقدر افرق بين اي حاجه من الحاجات دي؟ لا الا في حاله واحده لو ايه لو العينه دي بتعمل ريجولر فولو اب وانا هي بتجيلي كل 6 شهور فانا حطيت اول فيلم وتاني فيلم وتالت فيلم واقارن بينهم كلهم. خلاص المتوقع الإديمة دي تبقى اكتر قوي 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 في امتى؟ في الاول. وبعدين بعد ما تبطل الراديو ثيرابي كل مره تجيلي الاقي البريست بتاعها ايه احسن. لو جات لي بقى ولقيت البريست بتاعها بقى اوحش يبقى اشك ان في حاجه حصلت ايه صح. فاحنا متفقين من المارفت ان انا دايما العيانه اللي تيجي لازم لو عامله افلام قبل كده اقول لها هات الافلام القديمه بتاعتك، لان بارت من الدايجنوزز ان اعمل كومباريزن مع البريفيوس ايه ستاديز. لان ساعات يعني انا مش لازم استنى لما الحاجه تبقى واضحه او كبيره علشان اشخص، لكن مجرد تشينجز من الماموجرافي القديم ممكن يخليني اركز على حته معينه او ابقى عارفه ان في حاجه غلط.
طب احنا قلنا الدايجنوستيك بوسيبيليتيز، اعمل ايه بعد كده؟ اعمل لها ايه؟ عملنا لها الالترا ساوند ولقينا كده، ايه رايكم بقى فيها؟ دي ده بقى انهي واحد من اللي احنا قلناهم؟ ريكارنس. اه وقلنا عليه ليه ريكارنس، وهو ريكارنس صغير ولا ريكارنس ما شاء الله ماس ايه كبيره؟ وعرفنا منين ان ده ريكارنس مش ده السكار، ان احنا شغلنا عليه الايه. طب افرض ولقيت فاسكولاريتي خفيفه بس في البريفري ومش واثقه، اعمل لها ايه؟ ام ار. وانتوا هتاخدوا بقى ان شاء الله الام ار مع دكتوره ايمان يوم الثلاثاء الجايين. وده الشكل ايه بقى اللي احنا بنشوفه في البريست عموما؟ ده يبقى ايه؟ الايديما، نفس اللي احنا شايفينه في الماموجرافي بيترجم كده. ايه اللي حاصل هنا؟ السكين بقى ماله؟ ثيكن. ايه علامه ان السكين ثيكند هنا؟ يعني انا ليه حكمت عليه اكتر من ثلاثة؟ وايه كمان؟ اللايرز بتاعته ما بقتش موجود. وايه اللي حصل جوه البريست؟ ايديما. ايه اللي حصل في الفات؟ الفات اللي كان اسود اتقلب ايه؟ ابيض. وبقى في عندنا انترستيشال ايه؟ ايديما لاينز اللي هي بقت سودا اللي محاوطه ايه؟ الفات الابيض. امال دول ايه دول؟ ليمف نودز. دول كانوا سوبرا كلافيكولار ليمف نودز. انا ليه جايبهم لكم دول؟ عشان ما حدش ينسى لما يلاقي عيان عندها ريكارنس او عيان عندها اكزيلري نودز كبيره، ما يكتفيش ان هو يبص على الاكزيلا، لازم يبص على السوبرا كلاف، لان هم دي بتفرق معاهم في طريقه المانجمنت. احنا متفقين ان اي حاجه هتفرق معانا في المانجمنت بتاع العيانه يبقى المفروض ان احنا ندق عليها بزياده. السوبرا كلاف دي بتفرق معاهم هم في المانجمنت، لما يلاقوا سوبرا كلافيكولار ليمف نودز لو كانوا عرفوها من الاول ممكن يقولوا للعيانه لا مش هنعمل لك سيرجري، ادوها الاول كيموثيرابي وبعدين يعملوا الايه السيرجري. فوجود السوبرا كلافيكولار ليمف نودز بيبقى مهم ان انا ابص عليه قبل ما ايه ما اكمل الفحص. اظن دي بقى يعني واضحه وضوح الشمس. دي ايه بقى؟ انتوا ايه ده؟ انا قلت هتقولوها لي. دي عادي خالص كارسينوم. عامله نيبل ريتراكشن وكل حاجه، يعني دي تعتبر سهله بالنسبه لكم دي. طب دي ممكن اجيبها لكم سبوت دايجنوزيس دي. حد ما عرفهاش الهامرتومه؟ طب نفتكر كده بقى كان شكلها ايه. انا وريت لكم واحده المره اللي فاتت بس ان شاء الله مش هتنسوها، ان شاء الله هجيب لكم بقى سبوت دايجنوزيس. دي قلنا ان هي الكرايتيريا بتاعتها انها تبقى ايه؟ اول حاجه ان هي بتبقى ويل ديفايند او انكابسوليتد كمان، يعني ممكن الف والاقي فيها ايه كبسول. لو انا مشيت معاه اهو كبسول كده، وتبقى جواها حاجات كتيره دنس، بس في وسط ده في ايه حتت لوسنت. ومعنى ان في لوسنت يعني معناها ان فيها ايه فات. دي هديها بايرات كام من وانا شايفاها كده؟ 2. طب ده رايكم في ايه الماموجرام ده؟ هو معمول كويس ولا اي كلام كده؟ فاكرين ما قلت لكم كان عندنا جهاز وكنا لازقينه بالبلاستر ومش عارفه ايه وكده؟ يعني كان بس هلا انت بتقولي بتشاوري على حاجه. هي اللي بتقول دي حاجه. هي اكتشولي مش دي، هي دي كلها حاجه، دي كلها حاجه، بس كان ممكن يتفوت من اي حد فينا ان هو مش شايف فيه حاجه ولا لا، بالذات انه فاتي بريست كده وايه حلو، بس عشان معمول على جهاز مش ايه مش حلو ده. وفعلا في الاول قلنا ده بايرز، جينا اشتغلنا الترا ساوند، جينا اشتغلنا الالترا ساوند لقينا المنظر ده. بص على الصوره كده وحاولوا تفرقوا، هل هي حاجه جوه البريست ولا بره البريست؟ ايه اللي خلاكي تقولي بره بثقه يا هاب؟ فاكرين المره اللي فاتت لما خدنا الالترا ساوند كنا عمالين نقول طول ما انا باصه، طول ما انا بعمل البريست لازم اكون شايفه ايه عشان يقول لي ان انا شايفه البريست كله البكتورال ماسل. وقلت لكم ان اي حاجه في الريبز ممكن ساعات ان كومن ميستيك ان لو شفت الريب اند اون في الاول ما بتبتدي تشتغل الترا ساوند بريست، في ناس كتيره بيروحوا مشخصينه ايه فايبرو ادينوما. قلت لكم اللي ورا البكتورال ماسل عمره ما هيكون في ايه جوه البريست. طب دي عندها اهو ده الريبز، حتى انا كاتبه لكم هنا الريبز، يمكن بقى مش عارفه باينه ولا ايه بقى الريبز اهي. وبصوا الماسل دي جايه عامله كده كده وجايه نازله كده، تفتكروا ده ممكن ينفع ايه؟ ايه اللي ممكن يعمل كده؟ يعمل حاجه تعمل تواخدين بقى المفروض الدبلومه وخلصين كله، حاجه عامله ديستراكشن في الريبس ورفع البكتورال ماسل كده. ده حاجه كومن اللي كده كنا بناخدها
ايوه الكولد ابسس مش كلنا بناخدها ان هو بيمشي مع ال ده انا نسيت التشست، انتوا اللي المفروض لسه مذاكرين وعارفين مش خدتوا التشست خلاص؟ بصوا العينه دي لما عملنا لها الام ار او كده، انتوا صحيح ما تعرفوش الام ار لكن عندها ايه كمان المنظر ده تيبيكال بقى الايه للباراسباينال ايه كولد ابسس صح. فدي دي كانت عينه فعلا تيبركلس، وفي يعني تي بي كومنلي لما بتيجي ساعات العينه بريزنتنج بتفتكر ان هي بريست ماس، بس هو بيبقى تي بي عند الكوستوكوندرال ايه جنك او عند الكوستوكوندرال جنكشن بيبتدي يبقى فيه الكولد ايه ابسس. انا عندي كذا حاله بالمنظر ده. طيب فين الباثولوجي هنا في اليمين ولا في الشمال؟ الشمال صح. ليه؟ وسكين سيكند. كويس، انتوا عارفين كنت بوريها للناس قبل كده كنت كده طمنتوني عليه عشان شايفين الرايت بريست دانسر فيقولوا لي اليمين، لكن هو فعليا في الشمال لان احنا حد مش شايف السكين ثيكنينج والنيبر ريتراكشن، حد مش شايفه من اللي ورا؟ هتعملوا لها ايه بعد كده؟ نبص عليها في اذر فيو، رايكم فيها ايه بقى؟ شوفي بقى بانت الماس. انا بس بوريكوا دي عشان اهميه ان احنا نشوف الحاله في التو فيوز، يعني فاهمه لازم ده لازم يعني هم ما عملوش التو فيوز دول هزار، يعني ده يعني مهم جدا ان انا اشوف ساعات تشوف الحاجه في فيو واحده وتبقى كومبليتلي مافلد في الثاني. وده شكلها في الالترا ساوند بيناين ولا مالجنن؟ مع حد هيقول لي انها بيناين عشان عامله انهانسمنت وراها؟ لا، لكن شكلها طبعا ايه. وايه رايكم في الليمف نوس دي بقى؟ دي يعني ايه مفيش هايلم نهائي بقى فيها، مش بس اكسنتريك ولا كده، ده مفيش هايلم ايه خالص. طب ايه رايكم في دي بقى؟ دي كانت عينه عندها 49 سنه وجايه بتشتكي بالبيبل رايت ريتروريال ماس ليشن. حد شافه اللي هو الدكتور بيقول عليه ده؟ عشان دي من الحاجات فاكرين ما قلت لكم على الهابي اي سيندروم، طبعا هي بتشتكي باليمين مش داريانه خالص بالشمال اللي عندها دي، هي كانت فعلا جايه بتشتكي باللي عندها في اليمين ده. طب نمسك واحده واحده، اليمين دي ايه رايكم فيها؟ ويل ديفايند وكده، اديها بايرات سكين؟ لا ابص عليها بالالترا ساوند. طب احساسكم كده انها واخده دايركشن بتاعت ايه؟ بتاع الدات، لانها حاجه شكلها كده متجه ايه ناحيه الايه النبل. فجينا عملنا لها الالترا ساوند، انا وريتها لكم المره اللي فاتت دي بس ما وريتكوش الليف بريس بتاعها فيها. عشان اتاكد ان ده مش سكريشنز جوه الدكت اعمل ايه الدوبلر، لما شغلنا الدوبلر ولقيناها فاسكولار كده بقت انترا داكتل. هل دي بابيلومو ولا شكلها بابيل؟ احنا قلنا البابيلومو بيبقى ليها ايه سنترال فاسكولار، انما دي ليها ايه شجره كده متفرعه، دي بقى دي ايه انتراداكتل بابيلاري كارسينوم. بصوا بقى على الناحيه الابر اوتر كوادرن، لو رجعنا مش عارفه انا هبقى جايباه مكبر ولا لا بعد كده، اعتقد فيها تجميل. لو رجعنا للليجن ده بصوا لما كبرناه ايه رايكم فيه بقى؟ يمكن الدكتور شايف الاسيماتري، لكن كنت شايف الكالسيفيكيشن كمان اللي فيها؟ شايفين فيها كالسيفيكيشنز قد ايه؟ طب دي بقى حد ما عرفهاش؟ اللي ما عرفهاش يقول لي والنبي عشان ما ايه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ هنغلط فيها تاني ولا؟ انتوا عارفين الهامرتومه دي ساعات لو جات لنا اول مره بالسونار تديك يعني بيبقى منظرها ملخبط وممكن تتشخص اي حاجه، لكن الواحد لما بيشوفها في الماموجرافي هو اللي فعلا دايجنوستيك فيه. خلاص ما حدش بقى ينسى شكلها خالص. نعم؟ اللي فوق دي الليمف نودز. لا ده 99 و9 من 10 من ستات هتلاقي عندهم ليمف نودز. نون سبيسيفيك. ده انا بكتبها تقرير النورمال عندي فيه في نون سبيسيفيك نودز. طب تحبوا تدوا دي بايرات 4 ولا 5؟ مين عايز يقول 4؟
بس ما فيهاش ساين واحده كده تخليكي، احنا متفقين السبيكيوليتد ماس دي معاها كل الساينز التانية، يعني بصي ترابيكيولي ثيكن وسكين ثيكنينج وهي نفسها ال ديفاين وفيها سبيكيوليشنز. انا دي الصراحه كنت اديها 5 الصراحه، يعني السبيكيوليتد ماس الواضحه دي بنديها 5 على طول. معايا؟ واذا شفتيها بقى كده كمان كده خلاص ثبت عليها. هنديها بايلتس كام ليك يا هبه دي؟ 3. مش عايزه تعلي شويه؟ قولي لي طيب كبريها وانا اشوف كده حد هيقول عليها 3. ده 4 وممكن 5 كمان. طب اذا شفناها كده خلاص. طب دي بقى ده برضو من على جهازنا القديم بكل فخر، يعني شايفين مليان ارتيفاكتس والدنيا يعني ايه. دي هتدوها بايراتس كام بقى؟ ماكرو كالسيفيكيشن هتدوها بايراتس كام يعني ايه؟ لا احنا متفقين الماكرو 2. ما انا عايزه اوقعك بقى، مفيش حاجه تانية. تبصوا جنبها لازق فيها، لازق فيها الكارسينوما. بصوا اهي، يعني انسوا الكالسيفيكيشن وبصوا على اللي جنبيها دي كارسينوما. طب انتوا ليه تفتكروا فاكرين ما قلنا اختيار الجهاز والعوامل والكده؟ طبعا دي لو على جهاز عدل كتبنت لكم كده كانت هتبان كارسينوما كارسينوما، بس مش عايز اقول لكم يعني هي دي اي حد هيتلخبط فيها هياخدوا قوي الكالسيفيكيشن الماكرو ده والماس نفسها هت ايه. نعم؟ لا لا ده مش بتاعها، لا لا دي كانت نعم. لا لا ما انا شفتها بالسونار الحقيقه، بس عارفه زمان ما كانش عندنا الاوبشن قوي ان انا انقل الصور من على الجهاز وكده، كنا بنقعد نصورها بالكاميرا وساعات ناخد من على الشاشه، وكانت الصور بتبقى فصوره السونار بتاعتها حتى انا مش عارفه راحت فين الصراحه يعني، بس انا عارفاها دي لانها عملنا لها بايوبسي يعني. بس ما هو كل اللخبطه دي لان هي يعني بقول لك الفيلم مش حلو، مش معمول على جهاز كويس. بصي دي كانت عينه جايه لنا في السكريننج وبانت لها عندها ماس صغيره قوي كده في البريست، وعملنا لها الالترا ساوند وطلعت ماس صغيره كده. الماس الصغيره دي بناين ولا مالجنت على الرغم من حجمها الصغير دي؟ هي حد بيشاور لي كده، هي اللينكس بتاعها مش نص والاوتلاين بتاعها مش حلو، وعلى الرغم انها صغيره فيها شويه ديزموبلاستيك رياكشن، لو بصينا حواليها تلاقوا في ريم ابيض خفيف كده حواليها. خلاص المهم ان العيانه ايه عملنا لها دخلوا وشالوا الماس جات لنا بالمنظر ده بعدها بحاجه بسيطه. الاول عايز اسالكم سؤال، هو اللي شال الماس ده اتصرف صح؟ لانه ما عملش ايه؟ ما شالش الليمف نودز، والليمف نودز دي شكلها حلو اساسا؟ لا لا يا شيخة حرام عليك، هي كانت مالجنة. بصي دي بصي دي ده مفيش هايلم خالص وشكلها جلوبيلر وكده. صحيح ممكن لو اختلفنا هنعمل ايه؟ هبص عليها بالسونار. طب وايه يعني هي العينه دي تعك فيها بجميع الايه المقاييس، لما تيجي بعدها بثلاث اربع اسابيع بالمنظر ده طلع فعلا كمان كان عندها بليدنج تندنسي، وحتى دي ما اتعملتش ايه قبل العمليه. طب دي لما هنسميها هسميها ايه الماس دي؟ ويل ديفايند ولا ايه ديفايند ولا اللي هي كنا بنسميها ايه البارشل؟ يعني انت عايزه يعني انتوا حاسين انها ويل ديفايند ولا انها وحشه قوي يعني؟ كنا بنسميها اسم كده، كان عندنا الايل ديفايند اللي انا حاسه ان الماس نفسها وحشه، لكن كان في مسمى تاني لما اقول على الماس كويسه بس اللي حواليها هو اللي مخليها مش الاوتلاين اسمها ايه؟ بارشلي اوبسكيور، اللي هي حاسه ان الماس كويسه بس اللي حواليها اللي مغطيها. جينا عملنا الالترا ساوند بتاعها لقينا المنظر ده، مش يخض ولا ما يخضش؟ كنت عاملاها ايه عشان اعرف ان ده المفروض ما يخضنيش؟ اول حاجه احط عليها ايه؟ الدوبلر، المفترض ان انا هلاقيها ايه؟ افاسكيولر، واللي جواها ده ممكن الاقيه كمان ايه؟ لما احركه الاقي فيه شويه ايه؟ فلوس. يعني دي كان ممكن تبقى هيماتوما وممكن تبقى ايه كمان؟ ابسس مثلا. كانت كده جالها ابسس مكان الايه العمل. هفرق اذا كانت ابسس ولا هيماتوما ازاي؟
بالكلينيكال وبالسراوندينج، بس طبعا عشان هي عامله عمليه ممكن الاقي شويه انفلاماتوري ساينس في مكان الاوبريتيف باك، واذا ما عرفتش هعمل ايه؟ اسبايريش اللي هتاخدوه ان شاء الله مع دكتوره لميا النهارده. ها بقى دي سبوت دايجنوز، حد بقى هيفلط فيها؟ خلاص. طب ايه الكرايتيريا اللي خليتكم تقولوا هامرتوم؟ الهامرتوم على فكره من الحاجات اللي ممكن تيجي بالبريست وتبقى جاينت، يعني دي هتطلع لها بتاع كام، 10 12 سنتي مثلا، صح؟ ايه اللي خلاكم تقولوا عليها هامرتومه بثقه كده؟ والكبسول وجواها ايه؟ راديو. وقلنا اي حاجه راديو لوسنت هتبقى ديفينتلي. هنديها بايرات كام دي؟ 2 على طول. حد عايز يديها غير ال 2؟ طب دول بناين ولا مالجنانت كالسيفيكيشن؟ اكيد ادام مكبره كده ومش جايبه لكم البريست بحاله، يبقى انا ايه دي ايه مالي مايكرو. قلنا انها ايه كمان كلاسترد، وانها ايه بليومورفيك. طب لما هل هي معاها ماس ولا كالسيفيكيشن لحاله كده؟ هنا في شويه دنسي لكن في دي. طب لما بلاقي كالسيفيكيشن لوحده كده من غير ماس بديله بايراتس كام؟ كالسيفيكيشن حاسس ان هو مالجنت، شكله مالجنت بس من غير ماس، عاده بديله بايراتس كام؟ 4. اعمل لها بايوبسي ازاي بقى؟ هتاخدوه بقى دكتوره لميا بس تبقى عندكم خلفيه. يعني الستيريوتاكتيك ايه بايوبسي؟ ايه هو الستيريوتاكتيك بايوبسي ده؟ مش الترا ساوند جايدد بقى بالماموجرافي. ليه بقى عملوه ده؟ لان انا ممكن المايكرو كالسيفيكيشن دي اجي ادور عليها بالالترا ساوند اتوه بقى، ما بقى ساعات الاقيها وساعات ما الاقيهاش. فعملوا طريقه بجهاز الماموجرافي ان هو كان الجهاز باصص على الكالسيفيكيشن ده بثلاثه دايركشنز، يعني بثلاثه الاكس والواي والزد اكسس. انا بس اللي عليا ان انا اقول له ان هي في، يعني بحدد له مكانها في الزد والاكس والواي اكسس، وتبقى الابره محطوطه راكبه في الجهاز. مجرد ان انا بظبط الثلاثه اكسسيس او اقول له هي فين، ليها طريقه يعني معينه، خلاص الجهاز نفسه بيحط لي الابره في الوضع ان انا لو دخلت بالابره خلاص هتجيب الماس كده ولا كده. يعني انا مش ببقى دوري قوي ان انا بقى زي السونار اقعد ادور على الليجن واظبط ايدي وكده، لا هو الجهاز اللي بيظبط لي الايه الابره. ودي معموله يعني ايديال عشان المايكرو كالسيفيكيشن اللي يجي من غير ماس. المايكرو كالسيفيكيشن اللي في ماس بيبقى محلول، بدخل واخد منه البايوبسي على طول، لكن لما بيجي لوحده بيبقى مشكله لينا في الايه في البايوبس. طب دي رايكم ايه فيها؟ يعني انا عندها بليدنج بير نيبل، اي سي ار كام دي عشان نفتكر برضو؟ 3 او 4. هو الناحيتين سيمتريكال كده، وده الميديو لاترال اوبليك بتاعه في لينف نودز. طب هي لما يكون عندها بليدنج بير نيبل كده امشيها واقول لها لا ده شكله طب اني بليدنج بير نيبل اللي يهمني قوي؟ يعني واحده جايه بتقول ده انا ببليد من التو بريست. كلمت ساره؟ كلمتي لما واحده تيجي تقولي ببليد من تو بريستس ولا من ناحيه واحده؟ واللي يقلقني اكتر واكتر لو قالت لي ايه من ناحيه واحده ومن ايه اورفيس واحد. يعني اليوني اوريفيشال نيبل بلادي نيبل ديسشارج ده لازم يهمني جدا. كنا زمان اول ما نلاقي كده نروح عامل لهم ايه الجالاكتوجرافي، دلوقتي بالالترا ساوند بقينا بنشوف الريترو اريلر داكس كويس قوي. فانا بعمل، طب افرض ان انا ما لقيتش حاجه اقول لها لا ده انت اكيد ما عندكيش حاجه وامشي. لا لازم اخليها، لا انا حتى دايما لما تيجي تشتكي بكده وانا ما اشوفش حاجه اقول لها نورمال ستادي هاويفر ايوني اوريفيشال بلادي نيبل ديسشارج شود بي ان انديكيشن فور فيردر سايتولوجي. لازم تحلله، لان ممكن انا ما كنتش شايفه حاجه لان الحاجه دي صغيره قوي وانا ما عرفتش اجيبها. خلاص. طب افرض جات لي ولقيت عندها دايليتد داكس كتير ومليانه سكريشنز والدنيا ملخبطه قوي، اعمل ايه بقى؟ يعني اعمل ايه وانا بدور في وسط ده عشان ادور على، انا بدور على ايه اساسا؟ ايه اللي ممكن يعمل لي الانتراداكتال ايه بابيلوما؟ اعمل ايه بقى؟ نعم؟ بالظبط. بمشي على الداكت كلها وابقى فيري ميتيكولس بقى، ومش بمشي مش بيهمني نص الداكت،
ده انا بمشي مع الدايليتيشن لغايه ما اشوف الدايليتيشن دي منتهيه فين خلاص، وابتدي ادور عندي حته يعني ما هي خلصه. يعني لسه كان عندي عينه امبارح كان عندها دكت كتير وجايه بتشتكي بنيبل ديستشارج ومش عارفه ايه وكده، وبعدين في دكت منهم عند الاندنج بتاعه بس كان يعني دايليتد جامد ومليان ريتين سكريشنز عند التيب بتاعته وهو بيفتح في النيبل، عندها بابيلوما صغيره. وعرفت منين انها بابيلوما؟ لما انا فتحت الدوبلر وبدور على البابيلوما كان ايه الساين اللي بيخلينا اللي هي السنترال فاسكولار ايه خلاص. وساعات لو لقيت الواحد محتاس شويه بقى اقول لها ايه اشربي يعني امشي اسبوعين خلاص، وفي الاسبوعين دول اشربي سوائل كتير واعملي كمادات ميه دافيه، لان ساعات الانسبيسيتد سكريشنز تخبي لي البابيلوما. وقلنا اكتر حاجه تخليني اقول دي سكريشن مش بابيلوما ان انا الاقيها ايه عايمه في الضغط ما هيش ايه اتاتش للايه للو. ايه رايكم فيها؟ دي كانت بابيلوما بس الفاسكولار باديكل مش باين قوي فيها، هنا باين جنب يعني الفاسكولاريتي دي مش فيها. طب ده هتقولوا عليه ايه بقى لو انا الاول باثولوجي يمين ولا شمال؟ حد بيقول لي شمال عشان شايف الماس، بس هو اليمين حلو؟ لا يعني لا الاثنين فيهم الباترن اللي عايزاكم بقى تحفظوه اللي هو ايه ديفيوز ايه ايديما فك، ولما هتيجوا توصفوه هتقولوا فيه ايه سكين تيكنينج وايه وكورس انترابيكلي وانكريز ايه دانس. هو على الناحيتين ولا على ناحيه واحده؟ على الناحيتين. صحيح على الناحيه الشمال شايفين حاجه اديشنال بقى اللي هو ايه في معاها ايه في ماس فعلا هنا. اعمل لها ايه العينه دي الخطوه الثانيه؟ ابص على الفيو الثاني ايه رايكم فيه؟ ده انا حتى هنا صح مين بيقول لي توماس انا فعلا ما اقدرش احدد هي واحده ولا دي كمان حاجه صح. وده عادي في الدنس بريست ببقى اقدر الماموجرافي بيبقى يعني اقدر احكم عليه 100% في الدنس بريست. لو فاتي بريست هقدر زي ما قلت لكم اعد واشوف كام ماس او كده، لكن في بريست زي ده ما اقدرش ايه هعمل لها ايه بقى؟ اعمل الترا ساوند. دي بناين ولا مالجننت؟ مالجننت. كانت ماس واحده ولا اكتر؟ ده كتير بقى كانوا اكتر حتى من حجم اللي احنا ايه شايفينه. متوقع ولا مش متوقع؟ بس كلهم كانوا فين؟ بصوا قد ايه بقى دي وكان دي لينف نود في الليفت اكزيلا حلوه ولا وحشه؟ وحشه. طب في الرايت سايد بقى جيت عملت في البريست الرايت سايد ما لقيتش ولا ماس بس لقيت اللينف نود بتاعتها كده، يبقى كان الرايت سايد دي عامله زي ما تكون ايه ميتاستاتيك وعامله زي ايه الكارسينوما الوحشه قوي اللي احنا خدناها قلنا اذا كانها انفلاماتوري ايه اللي هي بتيجي تبقى لينف نودز واديما جامده قوي بس ممكن تبقى اي باثولوجيكال انتيتي بس بتعمل اديما جامده قوي في البريست. قلت لكم دي اوحش انواع الكارسينوما في البريست اللي هي اسمها ايه انفلاماتوري بريست كارسينوما. حد فاكر كنا بنشخصها ازاي؟ هتيجي بايه بقى العيانه انفلاماتوري ساينز وتيجي معاها ايه والليمف نودز تبقى انلارج قوي. طب ما هي دي ممكن اقول عليها ماستايتس، كنت بفرق الاثنين من بعض ازاي؟ يا اما هتجيلي اول مره بالليمف نود بالمنظر ده فعلى طول دي هقول لها خدي ليمف انتي بايوتيك وتعالي لي، لا دي على طول هقول لها لا ده انت كده هعمل لها بايوبسي. قلت لكم بيتعمل لها بايوبسي بطريقه معينه مش زي لان انا ما عنديش ماس ادخل عليها صح، بس بعمل ايه؟ بعمل فور كوادرنت واخد من الاكزيلري نود وقلنا بندخل تحت السكين ونسحب من الايه سب درم الليمفاتكس. واحنا مهتمين بالليمفاتكس ليه؟ لان هي الماس دي بتكبر جوه الليمفاتكس فهلاقي فيها في جوه الليمفاتكس ايه عشان كده بتعمل ايرلي مالجننس ايرلي اديما اقصد انفلاماتوري ساين. طب لو جت بقى وانا مش واثقه هل دي هي دي بناين ولا وفيها رياكشن لنود زي اللي مكبره الليمف نودز قوي كده ولا لا؟ هقول لها اعملي ايه؟ خدي انتي بايوتكس لمده 10 ايام وتعالي لي وما تنسوش تعالي لي اعملي تاني فولو اب ايه من غير فلوس ما تنسوش ببلاش دي لانها لو ما قلتلهاش ببلاش مش هتجيلك خلاص. فلما هي هتيجي بعد 10 ايام هتلاقي في ريسبونس كويس يبقى دي كانت ايه من الاصل. طب ولو جت بقى وريسبونس مش كويس بعد ما اخدت الانتي بايوتيك لازم تبقى انفلاماتوري بلس كارسينوما اللي هنحط احتمالات ايه تاني؟ ممكن تبقى تي بي او اي يعني ايه نون سبيسيفيك بقى او سبيسيفيك اورجانيزم يعني.
او ايه تاني ممكن تكون ديفلوبت ايه كمان؟ يعني قلنا انفلاماتوري بريست كارسينوما او اورجانيزم مش هيتعالج مهما ندينا له، او ممكن تكون قلبت بابسس. هو الابسس عمره هيروح بالانتي بايوتيك؟ الابسس لازم يبقى ايه؟ يبقى درين. هو ده فيلم معمول حلو برضو عشان نراجع بقى. كنا بنقول ان السي سي معمول كويس امتى، وكنا بنقول ان هو الميديولاترال اوبليك فيو الاول قلنا كان بيبقى عندنا كرايتيريا عشان اقول ان انا عملت الماموجرافي ده مظبوط. كنا بنقول وال ايه وال ايه وال ايه البريست يبقى وال ايه اول واحد. قلت لكم العينه بتيجي ناسيه كل حاجه الا الضغطه بتاعه الجهاز اللي هو وال ايه كومبرس، صح؟ وقلنا ايه فايده الكومبريشن؟ يقلل الدوز، لان انا بعمل اوتوماتيك اكسبوجر الجهاز على قد ما انا هقول له الثيكنس بتاع البريست على قد ما هو هيديني ايه الدوز. وحد عمل لي كده ان هو بيعمل سيبريشن للايه للاوفرلابنج تيشوز ايه مع بعضها. وثالث حاجه البريست ده على التشست وول، صح؟ فبيتحرك. فانا دي طريقه ما هثبت يبقى وال كومبريست وال ايه وال اليفيتد. قلنا لان ممكن لو هايلي سيتويتد مس وانا ما عملتش الاليفيشن ده تبقى بره الفيو خالص، وانا بشتغل سكريننج مش هعرف. ده هي الفنيه بقى وهي بتصور في العربيه هي وزمتها بقى رفعت البريست وصورت والثالث حاجه انها ايه عملت ايه شدت كويس. بس في البولينج انا بعرف بقى لان انا قلت في السي سي لازم اكون شايفه على الاقل حته من ايه من البكتيرال ايه ماسل زي ما احنا بنعمل في الالترا ساوند طول ما احنا شغالين شايفه البكتيرال ايه ماسل. طب والميديولاترال اوبليك عشان اقول ان هو معمول مظبوط كان ايه العلامه اللي عندي؟ البكتيرال ماسل دي بتبقى شكلها ايه تريانجلر، وقلنا التيب بتاعت التريانجلر تبقى واصله لغايه الليفل بتاعت الايه النبل. فده بقى معمول كويس. ايه العيوب اللي في الفيلم ده تفتكر؟ مفيش باكتر. يعني انا لو حد قال لي احكمي على الفيلم ده هحتاس، انا ممكن اقول له 100 ماس هنا اي حاجه، لان بصوا كده على اليمين ايه في ايه كمان غير ان الفيلم ان البريست مش بس مش مشدود كويس، ايه اللي حاصل فيه؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ دي سكين فول، يعني معناها ان كمان هي حطت البريست كده وراحت عامله ايه كومبريشن. بس قلت لكم ساعات بيبقى الفني اللي بتشتغل معها عذرها في حالات ايه قلنا الحاله اللي هي بريست اديما جامده او بوست ساعات البريست بيبقى عامل زي الحجره كده ما تقدرش هي تشده خلاص. بس دي مش متوقع تجيلي في سكريننج، اللي هيجي لي كده هتبقى في المستشفى في كده، فهبقى عارفه ان انا هعوض النقص ده بايه بالالترا ساوند. يعني بصوا يعني ايه لا الميديولاترال ولا الايه ولا السي سي. لا ما دي حته من عظم كتفها. ما هي دي بس احنا كان ممكن نقول كل دي ايه ماس لان الفيلم معمول وحش قوي. هو هنا كان في مايكرو كالسيفيكيشن طبعا ما حدش فينا ايه شافها. دي عندها عيانه عندها 50 سنه اظن بقى قلنا 100 مره الحالات دي صح. وبعد كانت عامله شي ديفلوب اكيوت فالمنت انفلاماتوري ساينز في الليفت بريست. الاول شكله ايه بقى عشان ما تنسوش ديفيوز ايديما؟ ما ننساهوش بقى. هنعمل لها ايه العيانه دي؟ الترا ساوند. قبل ما نعمل الترا ساوند لقينا الليمف نوت شكلهم كده مبسوطين، يبقى داخله وانا متوقع ان دي تطلع ايه بقى انفلاماتوري ايه بريست كارسينوما. فعلا لقينا عندها ايديما والليمف نوت شكلها كده تبقى ايه، ما لقيتش اي ماسس. على فكره انفلاماتوري بريست كارسينوما ساعات بيبقى معاها برده ماس، بس عاده الماس دي بتبقى يا اما صغيره قوي ونلاقي الايديما، يعني تلاقي ماس صغيره والايديما دي اكستنسيف قوي قوي بيوند الكوادرنت اللي الماس دي فيه حتى، فبنشخصها بكده خلاص. فدي انفلاماتوري بريست كارسينوما ولا عايزين نقول عليها حاجه ثانيه؟ من الاول هقول لها كده ولا هقول لها خدي انتي بايوتيك وتعاليلي؟ لا دي من الاول شكل الليمف نوتس بتاعتها ايه. ساعات من كتر الايديما اللي في البريست بيبقى الالترا ساوند يعني صح والله. يعني ساعات بيبقى ساعات بيبقى حتى ما انتش قادر تشوف الدبث بتاع البريست. يعني ساعات في الانفلاماتوري بريست كارسينوما يجي البريست ده كونجستد قد كده، تيجي تحط البروب بتاع السمول بارتس تبقى حاسس ان انت مش قادر تشوف البريست على بطوله. يعني بقى هي ما الحالات دي بقولك بتبقى ساعات وساعات تلاقي يبقى فيها ماس بس انت اللي مش عارف تشوفها، بس وجود الليمف نودز الباثولوجيكال ده بيخليك على طول تشخص ان هي يعني ان هي اكيد مالجننت. يعني نيكست ستيب الحاله زي دي انا شفت الليمف نودز وشكلها مالجننت بايوبسي. اه
بايوبسي من الاكزيليا الليمف نودز، وزي ما قلت لك فور كوادرنت بلايند بقى كده، وتسحب لو في سبدرم الليمفاتيك واسع بتسحب تاني. يعني الام ار احنا لسه، انا لسه يعني بعمل كده شغل عليها، هل هو بيفيدنا ولا لا يعني، بس لسه يعني الفاليوز بتاعته مش واضحه قوي. هم البيبرز اللي اشتغلوها بره كلهم بيقولوا لا في اي انفلاميشن الام ار كواليتي بتاعته ما يعني ما ينفعش فور اسسمنت، بس اكشلي احنا اللي بنشتغل هنا ان احنا بيجي لنا حالات الانفلاماتوري اكتر منهم بكتير، فابتدينا نلاقي ساينز في الام ار ممكن تخليني يعني اتوجه اكتر انها مالجنت او انها بنان، بس لسه مش دوكيومنتد قوي يعني. طب هنا الباثولوجي يمين ولا شمال؟ محدش فيكم بيجاوب. لا هو في، هو في الشمال. العيانه دي هو هتلاقيهم على الناحيتين. انا بس عايزه اقول لكم ان الايديما ده احنا عمالين نتكلم انها يا انفلاميشن يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك اورجانيزم يا اما انفلاماتوري بريست كارسينوما. دايما نخلي بالنا من حاجه من الجنرال كونديشن بتاعه العيانه. انا ياما بيجي لنا عيانين مثلا تيجي بيوني لاترال بريست ايديما قد كده، وبعدين تطلع والواحد بياخد منها الهيستوري. عودوا نفسكم دايما تتكلموا مع العيانين، لان مثلا تطلع انها كاردياك وهي بتنام على الجنب ده. ده انا عندي يمكن اكتر مش عارفه اقول لكم كام حاله اللي هي تبقى كاردياك وبيوني لاترال ايديما. دي مجرد ما تقول لها بلاش الجنب اليمين ده، نامي على الجنب الشمال، هتلاقي يعني الايديما، او انها تكون عندها هارت فيلير وابتدت تتعالج، فتلاقي الايديما خفت خالص. من ضمن العينين اللي كده برضو العينين الرينال لما تكون جسمه كل جسمها كله مرم هيجي لها برضو ممكن ايديما. يعني خلي في بالنا ان ممكن في سيستميك كوزز كمان تعمل منظر الايديما اللي احنا بنشوف. يعني العينه دي فعلا كانت اندر هيمو دياليس، فبصوا عندها كان ايديما في كل البريست عندها خلاص. بس ده مجرد الجنرال كونديشن بتاعتها تتحسن هي كمان ايه هتتحسن. طب دي هلاقي فيها الليمف نودز؟ مش هلاقي، او هلاقي الليمف نودز العاديه اللي انا ايه بشوفها. انا متهيألي قربنا نخلص يعني، بس طب دي ايه رايكم فيها بقى؟ في الليمف نودز، بس في حاجه كمان كده في الاجزله كبيره زياده شويه. احنا فاكرين كنا قلنا بنفرق ازاي دي ماس ولا اجزله للليمف نود او كده؟ قلنا الاجزله للليمف نود عمرها ما هتبقى سبيكيليتد، وعمرها ما هتعمل ايه سكين ريتراكشن. كنت وريتكم حاله المره اللي فاتت اللي فيها كارسينوما صغيره جوه الاجزله وعامله ايه ريتراكشن. دي الصراحه ممكن شكلها يحير شويه، دي ليمف نوت ولا ماس. فنبص عليها كده بالالترا ساوند، ايه رايكم في شكلها؟ احنا شفنا ليمف انفلتريتد نوتس كتير قوي، وشفنا منهم كبار قوي. دي شكلها ماس ولا انفلتريتد نوت؟ حد عايز يقول عليها انفلتريتد نوت؟ واللي خيوا يعني بصوا اهي دي الماء، مش هو هنا دي الماس ودي الانفلتريتد نوت. بصوا اهي دي لوحدها كده لو شفناها تقول عليها انفلتريتد نوت ولا فيها بقايا الايه الهاي اللي ما هو، لكن دي هي الماس الكبيره اللي جنبها. وطبعا تفرق لما انا اقول لهم ان دي عندها اكزيلري ماس ولا عندها باثولوجيكال نوتس. بس ايوه لا انا ما بستخدمش خالص التعبير ده، يعني ايه ماس نودل كومبلكس؟ مش عارف لا انا ما بستخدموش خالص يعني. لا هو بيخلص نفسه بقى يمكن يعني عشان ايه يضرب الاثنين. استفرق قوي يعني، في عيانين بيجوا لنا انلارج اكزيليا ليمف نودز بس باثولوجيكال، وبناخد منهم بايوبسي يطلعوا ليمفوما. في عندي عيانين ساركويدوزس، وعندي عيانين روماتويد ارثرايتس وسكليروديرما، يجوا باكزيليا نودز بس. وطبعا المانجمنت بتاعهم مختلف تماما عن ما انا اقول له دي في اكزيليري اكزيليري ماس يبقى هيخش يشيل، لكن لما تكون لينفوما هيخش يشيل؟ لا هيديها كيموثيرابي لما تكون ساركويدوزز ولا حاجه. انا عندي 3 4 عينين ساركويد عندهم اكزيليري نودز بس، لوكيميا عندنا حالات لوكيميا باكزيليري لينف نودز بس. فتفرق قوي ان انا اقول له اللي في الاكزيلا دي لينف نود بس ولا كده. واذا احتسنا هنعمل ايه يعني في الاخر؟ بايوبسي. ايه دي مش عامله ريتراكشن، مش شرط، هو مش كل الكارسينوما اللي شفناهم عامله يعني سكيب ريتراكشن وكده. بس شكلها ليمف نود. احنا انا بقول لك انت شفتي ليمف نودز كبيره،
هل دي حتى التكستشر بتاعت الليمف نود؟ عارفه حتى التي بي والليمفوما لما بيجوا في الاكزيلري نودز بس بيخلوا الليمف نود، اولا الليمف نود عاده الكورتكس بتاعها بيبقى اسود قوي، فلما بيضيع الهايلم خالص، انا اول مره في حياتي يعني اول ما اشتغلت خالص شفت حاله كانت ليمفوما في الاكزيلا، افتكرتها انها سيست في الاكزيلا، يعني من كتر ما هي شكلها اسود وقاتم، بس تشغلي عليها الدوبلر بقى هتلاقيها فيها فاسكولار. يعني بقول لك انا الاول قلت ايه ده، ايه اللي جايب سيستات كبيره قوي كده، كان لسه الواحد ما شافش حالات كتير، فقلت ايه ده، ايه اللي جايب سيستات كبيره قوي كده في الاكزيلا، فوجئت بقى ان هي دي مش سيستات، دي اكزيلري نوت. كنت هتسالني حاجه ثانيه، ساعات بيبقى في انفرمالي نودز في الابر اوتر كوادرنتس، هيبقى في جلد نودز موجوده جوه لا، ما هو احنا يمكن انت جيت بس متاخر، كنت وريتهم حاله في الاول، مسموح لك تقول بالماموجرافي بس لو هي شكلها لينف نود وفي الابر اوتر كوادرن، لو اشتغل لو لقيت حاجه في مكان اي تيبيكال لازم تثبتها بالسونار، لانها ممكن تبقى سمول ادينوما صح، وممكن تبقى انترا ماموري لينف نود، لازم يعني قصدي مسموح بتوريد انترا ماموري ما مسموح بيها طبعا ما فيش حاجه خالص في الاكزيلري تيل هو ده ساتسفاكتوري سي سي فيو بقى ولا ايه؟ ناقصه ايه؟ ان انا اشد كويس صح؟ والدليل على كده ان احنا لما عملنا الميديو لاترال اوبليك بنت لنا ماس بس كانت ديب قوي، وكمان ناحيه الاكزيل فما بنتش خالص في الايه؟ الماس دي شكلها بناين ولا مالجنن بقى؟ اهي شكلها كده والاكزيلي نوتس كده. بصي مين كان لسه بنسال على الليمف نود، بصي الليمف نود دي لما بتلاقيها سوادها غير خالص الكارسينوما، بتبقى يعني دارك قوي ده، ولا الكازييتد نوتس بقى بتاعه التي بي تقولي عليها سيست سيست، يعني بتبقى سودا خالص لانها كمان بتبقى فعلا ليكويفايد يعني فين الابنورماليتي، مين ولا شمال؟ نبص على فيو تاني مش كده، احنا قلنا لازم نستنزف الفيوز فهي في حاجه في الايه في الليفت ونسبتها بالارض. انا بيتهيالي ان احنا كده خلصت، متهيألي كده نكه يا ناصحين دلوقتي دي للمره اللي فاتت كلكم قلت عليها ايه ماس ودي عشان دي كانت ايه، دي سبيكوليتد ماس ولا سكار ولا ايه؟ نسال العينه الاول لو عامله عمليه تبقى دي ايه سكار. طب جيت عملت لها الالترا ساوند وطلعت كده، دي سكار ولا ماس؟ انا وريتها لكم، احنا شكلها مش حلو صح في الالترا ساوند، لكن هي سكار ولا ماس بقى؟ سكار، مش واخده فاسكولار. طب حد قال عليها هنا ماس شك فيها يعمل لها ايه؟ قلنا الام قبل البايوبسي نعمل الام ار، لو ما خدتش صبغه خالص انتوا هتشوفوا بقى مع الدكتوره ايمان الام ار. طيب لو امتى اعمل الام ار عشان اقول ان دي سكار ومش واخده فاسكولاريتي؟ يعني لو عملت ايميديت بوست اوبرتيف اتوقع هيلينج سكار يبقى فيها فاسكولاريتي وفيها انهانسمنت ولا لا؟ لو ايميديت لازم هيبقى فيه، عشان كده بنستنى على الاقل 6 شهور او كده. بعلم نعم ما بنستخدموش قوي في البريست، يعني هو في ستاديز اتعملت عليه بس انا ما اشتغلتش عليه الصراحه، اصل السبكتروسكوبي لوحده كده الفحص بيطول قوي، وبعدين هتبقى بتعمل لها الام ار بريست بالصبغه وبعدين تعمل السبكتروسكوبي بيطول جدا جدا في ال، وما اعرفش الصراحه بيفرق بين السكار ازاي او ايه الكيرف بتاعه، انا يعني ما عنديش خبره بيه خالص بس في فلسس كتيره برضو، بس في فلسس كتير يعني لسه ما يعني ما حدش قوي بيطبقوا قوي قوي كده في، يعني مش روتين، اقصد في الام ار بريست مش بنعمله روتين، حتى الديفيوجن لسه برضو يعني بنعمله بس لسه ما عندناش سوليد ريزلتس تخليني اعتمد عليه في التشخيص ولا لا. لو احنا مختلفين هو في حد قال كالسيفيكيشنز مش كده وكالسيفيكيشنز ادام كلنا ما شفناهاش يبقى ايه انا عماله اعيد لكم وازيد لكم في الكالسيفيكيشن عشان ناخد بالنا لما يجي لنا دانس بريست هنعمل ايه، لازم نكبر ولازم نبص بايه بدقه.
ده غير بقى كده لما اشتغلنا الترا ساوند لقينا ماس. طبعا هي موجوده الماس بس كلها حاجات صغيره يعني 6 مللي و1 مللي و12 مللي اقصد، وحاجات كده اللي هي ممكن في وسط الدانس بلاس دي ايه ما تبقاش باينه. ايه عشان هي كانت في الليفت ابر اوتر كوادر. ليه يا هبه؟ ايه لا لا انا على فكره ما بحبش الكلوك يعني زي انا كل يعني انا ساعات لما اجي اسجل الحالات من على المونيتور وبعدين اعرف الحالات اللي انا كنت عاملاها من اللي هم من اللي باقيين كمان ان انا ما بستخدمش الكلوك، بحس ان هي انا لما باجي امسك الفيلم ده بيبقى اوضح لي يعني. الكلوك دي ساعات تبان لك صغيره قوي على الصوره بالذات لو مصوره على كارت اللي هو الورق ده ما بشوفهاش، بقعد بقى عشان اعرف الدايركشن والسهم رايح فين فانا بفضل اكتب. طب دي ايه رايكم فيها؟ وفي ايه كمان غير الليمف نوتس؟ في ايديما ولا لا في ولقينا المنظر ده. دي هقول لها تعليق كمان اسبوع ولا دي على طول ابروسيد لايه؟ دي التشخيص بتاع ما لقيتش ماسس. ايه يا هبه؟ البارينك ما فيها ايديم. بس كده عشان دي الام ار زي ما قلت لكم بقى في عندنا مشكلتين دلوقتي.